خليجي 22. بالتوفيق لمحمد ربيع وفي مواجهة لحارس المرمى وليد عبد الله. يلا يا حظ يا الله يا رب يا مبروك. خليجي 22 بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، حياكم الله معنا في سهرة كروية جديدة تجمعنا معاكم بنكهة خليجية، بنكهة خليجية 22. نرحب فيكم مستمعينا وين ما كنتوا، ونتمنى لكم إن شاء الله درب السلامة. اللي راجع من البلد إلى مسقط خلي بالك في الطريق، وإن شاء الله تصلوا لكل مشاويركم بإذن الله سالمين غانمين. دائما مستمعينا لا تنسوا تربطوا حزام الأمان، وإن شاء الله وأيضا مسافة الأمان، وإن شاء الله تصلوا دائما بأمان. اليوم مستمعين إحنا نرجع لكم في خليجي 22. أمس كان عندي الأسود التحليلي لمباراة منتخبنا مع المنتخب الإماراتي الشقيق، واليوم إن شاء الله راح نقف على تفاصيل أكثر لهذه المباراة، وأيضا إن شاء الله راح نتكلم أكثر عن المباريات اللي راح تكون بكرة في بداية الجولة الثانية لخليجي 22. في البداية أكيد مستمعين نرحب فيكم جميعا، واللي حاب ينضم لنا حياكم الله معانا، احنا معاكم نبدأ مباراتنا من الحين الساعة 8 إلى الساعة 10 بإذن الله. معكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، وفي الإخراج دائما الكابتن عابدين البلوشي. عمان هيا وبجراه عمان، حاضرين عمانيين حاضرين، وهذا العمان إياكم. Yeah.
الحمر وصوله فن لعب ورجوله في جميع البلاد. مستمعينا، بداية جيدة لمنتخبنا في خليج 22 في الانطلاقة الأولى أمس كانت مع المنتخب الإماراتي الشقيق، نقطة من حامل اللقب اللي طبعا المنتخب الإماراتي جاء لهذا البطولة يحافظ على لقبه. وأمس منتخبنا قدم مستوى جيد خصوصا في الشوط الثاني من هذه المباراة. عموما المباراة انتهت بالتعادل السلبي 0-0 للمنتخبين. بداية جيدة لمنتخبنا، كسب نقطة في بداية الجولة الأولى. إن شاء الله نتمنى بإذن الله القادم يكون أفضل. مباراتنا الجاية يوم الاثنين القادم مع المنتخب العراقي اللي أيضا أمس خسر من المنتخب الكويتي. المنتخب الكويتي طبعا الحين تصدر هذه المجموعة بثلاث نقاط، ومنتخبنا في المركز الثاني بنقطة، والمنتخب الإماراتي أيضا في نفس المركز اللي هو الثاني بنقطة، والمنتخب العراقي في المركز الأخير لهذه المجموعة بلا نقطة. راح نتكلم إن شاء الله أكثر مستمعينا عن تفاصيل هذه المباراتين في حلقة اليوم. راح أيضا نتكلم عن طبعا بالنسبة لليوم المباريات، اليوم ما في مباريات، اليوم راحة لكل المنتخبات. بكرة تستأنف الجولة الثانية من خليج 22 بلقاء صاحب الأرض والجمهور المنتخب السعودي مع المنتخب البحريني. هذا راح تكون مباراة ثانية الساعة 9:15 بتوقيت السلطنة، والمباراة الأولى الساعة 6:45 راح تجمع المنتخب البحريني بالمنتخب اليمني. حاصل فوز بقدارة، شوف لعب المهارة العماني شعارة. المباراة الثانية مستمعينا اللي كانت أمس بين المنتخب الكويتي والمنتخب العراقي كانت مباراة جميلة جمعت المنتخبين، وانتهت بفوز المنتخب الكويتي بهدف مقابل لا شيء عن طريق نجم المنتخب الكويتي فهد العنزي. صحيح أنه يعني الهدف مشكوك في صحته على اعتبار أنه بدل المطوع لما مرر لفهد كان في وضعية تسلل، ومثل ما ذكر كثير طبعا من الحكام، لكن في النهاية أنه الكويت كسبت ثلاث نقاط في الوقت القاتل وقتلت العراقيين في الدقائق الأخيرة في الوقت بدل الضايع. مبروك للكويت، وهذا إهداء للمنتخب الكويتي. والنصر لايك يبا لايك عليه، احنا دوم بالعالي بالعالي نبيك، والنصر لايك لايك عليه، نرفع الكاس ونقول انت احلى منتخب، نرفع الكاس ونقول انت احلى منتخب، انت احلى منتخب. Yeah.
مبروك للمنتخب الكويتي هذا الفوز، أول منتخب يحقق فوز في خليجي 22. طبعا المباراة الافتتاحية شهدت تعادل بين المنتخب السعودي والمنتخب القطري 1-1. المباراة الثانية بين المنتخب البحريني والمنتخب اليمني أيضا تعادل لكن 0-0. المباراة الثالثة بين منتخبنا والمنتخب الإماراتي أيضا تعادل 0-0. وأخيرا المنتخب الكويتي غير القاعدة اللي مشينا عليها، 3 مباريات بالتعادل، المنتخب الكويتي فاز في هذه المباراة على المنتخب العراقي، وبكذا المنتخب الكويتي أول طبعا منتخب يحقق الفوز ويثبت أنه المنتخب الكويتي قادم أنه يعني يقدم شيء في خليج 22. عموما كثير من التفاصيل المستمعين راح نتكلم عنها في هذه المباراة إن شاء الله، وأيضا مباراة منتخبنا. المستمعين اللي حاب يتواصل معنا ويتكلم عن مباراة منتخبنا اللي كانت أمس مع المنتخب الإماراتي بإمكانكم مشاركتنا عبر رسائل 90456 والتغريدات على صفحة البرنامج في تويتر بعنوان برنامج خليج 22، وبإمكانكم أيضا مستمعينا التواصل معنا عبر الاتصال على 24698151 ومن خارج حدود السلطنة على 0968246982. الكثير من الكلام طبعا اللي حابين نضيفه عن هذه المباراة وأداء منتخبنا في المباراة اللي كانت أمس، أتصور الجميع تابع المباراة وأداء منتخبنا بغض النظر عن مسألة التحكيم اللي تكلم فيها الجميع عن مسألة أنه هدف منتخبنا ألغي، والهدف الثاني أو ضربة الجزاء اللي ما احتسبها الحكم. أيضا في المقابل المنتخب الإماراتي كان لهم ضربة جزاء وما احتسبت في هذه المباراة. احنا لما خلونا نتفق مستمعينا لما نتكلم اليوم عن مباراة منتخبنا مع المنتخب الإماراتي ننسى التحكيم، نخلي التحكيم في جانب، خلونا نتكلم بشكل عام عن منتخبنا، مستوى منتخبنا والبداية اللي شفناها أمس لمنتخبنا في مباراة المنتخب الإماراتي. قبل لا نبدأ معاكم مستمعينا خلونا نروح لآخر أخبار منتخبنا لليوم. أخبار منتخبنا الوطني اليوم، منتخبنا أجرى حصة تدريبية على ملعب نادي الشباب السعودي الساعة 10:30 بتوقيت الرياض، الساعة 11:30 بتوقيت السلطنة. أيضا مستمعينا من الأخبار، طبعا أمس نجم منتخبنا وكابتن منتخبنا الأمين علي الحبسي حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبنا مع المنتخب الإماراتي، وفي المقابل أيضا أفضل لاعب في مباراة الكويت والعراق راحت لنجم الكويت فهد العنزي. من أخبار أيضا شباب منتخبنا أنه صحيفة عكاظ السعودية ذكرت اليوم هذه الصحيفة أنه مساعد مدرب الاتحاد السعودي يراقب عن كثب أو عن قرب مدافع منتخبنا الوطني محمد المسلمي، وفي أخبار أنه لربما أنه محمد يكون موجود إن شاء الله في القادم بإذن الله. أخبار جميلة إن شاء الله يا رب، نتمنى التوفيق لنجم منتخبنا محمد المسلمي يا رب. أمس أيضا مستمعينا من الصور الجميلة اللي وصلتنا وشاهدناها في المباراة، اللقطة اللي ظهر فيها لاعب منتخبنا رائد إبراهيم كان يطالب الجماهير بالتوقف عن التشجيع أثناء سماع طبعا لأذان، كان أذان صلاة العشاء ما بين الشوطين، فكان في أهازيج من الجماهير الموجودة، جماهيرنا وجماهير المنتخب الإماراتي، ف حركة جدا جميلة للكابتن رائد إبراهيم، كان يطلب من الجماهير أنها تتوقف عن التشجيع احتراما طبعا لأذان العشاء. اليوم الحصة التدريبية اللي كانت منتخبنا مستمعين الساعة 11:30 بتوقيت السلطنة كانت فيها كثير من الجدية والحماس والاستعداد أيضا للمباراة القادمة المرتقبة مع المنتخب العراقي اللي راح تكون إن شاء الله يوم الاثنين القادم الساعة 9:15 بتوقيت السلطنة. هذه أهم الأخبار مستمعينا لمنتخبنا لليوم، وإحنا طبعا يوميا نحاول بإذن الله نرصد لكم أهم الأخبار، وأيضا راح يكون عندنا أهم وأبرز الأخبار في خليج 22 وما كتبته اليوم أيضا الصحافة الخليجية عن مباراة منتخبنا الوطني والمنتخب الإماراتي.
اللي حاب يشاركنا مستمعينا على 24689811 ورسائل 90456، ونستقبل تغريداتكم عبر صفحة البرنامج على تويتر بعنوان برنامج خليج 22، والاتصالات الدولية أكيد نستقبلها على 0968246982. يا الله يا رب يا مبروك 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 منتخبنا بطلا لخليجي 19 خليجي 22. نبدأ معاكم مستمعين وناخذ أراءكم في مباراة منتخبنا اللي كانت أمس مع المنتخب الإماراتي وانتهت بالتعادل 0-0. اليوم راح نحاول أنه نتيح لكم أكبر فرصة ممكنة من التواصل معنا. بعض المستمعين زعلانين أنه ما نفتح كثير اتصالات ورسائل، والله نحاول قدر المستطاع لأنه كثير عندنا فقرات في البرنامج، فنحاول بين الاتصالات وبين أيضا رسائل وتغريداتكم وأيضا بين فقرات البرنامج ناخذ الاتصال. أتمنى نختصر أيضا مستمعينا، نتفق على شغلة أنه ننسى التحكيم، خلونا ما نتكلم عن التحكيم أبدا في هالمرة، خلونا إحنا نركز فقط على مستوى منتخبنا واللي شفناه أمس لمنتخبنا. وشيء ثاني أنه نحاول قدر المستطاع نختصر في المكالمة عشان تتيح أكبر فرصة ممكنة للمستمعين. مساء الخير. مساء النور بروق. حياك الله. يا مرحبين. حياك الله عبد الله القرواشي. نعم عبد الله. شو أخبارك عبد الله؟ نشكر الله الحمد لله. كيف شفت منتخبنا أمس يا عبد الله؟ والله أداء المنتخب يعني نوعا ما جيد، ولكن بعد يعني مثل ما نوهتك سابقا يعني مثل ما ذكرت لك في اتصال سابق، المشكلة ما أنا في قلب الدفاع. نعم. جابر العويسي وعبد السلام حقيقة يعني الكور الطوال فيها طوال دفاعي. نعم. لكن بمجمل العام المنتخب الوطني قدم أداء يعني لا بأس فيه، ولكن يحتاج بعد التعزيز بالجانب الهجومي. نعم. وامس نعم عبد الله امس شفنا ايضا المنتخب الاماراتي كان يعتمد كثير على الكرات الطوليه. ايوه، لانه شوف انا يعني انا فاكر ان مهدي علي هو قائد منتخبنا الوطني، المشكله في جابر العويس وعبد السلام عامر حقيقه. نعم. ايوه هذا قبل انا قلت لكم اياها قبل، وبالتالي منتخبنا الوطني المشكله الكبيره هي عندي في الدفاع. يعني ايوه في الدفاع. نعم. ترى بيقول مسلمي في قلب الدفاع. يعني أنا كذا ما أؤمن جابر العويسي يلعب في قلب الدفاع، ولكن حقيقة يعني كل الثقة في الشباب. إن شاء الله المنتخب الوطني إن شاء الله معوض أمام العراق إن شاء الله. يعني منتخبنا الوطني يعني كلنا أمال جماهير العمانية وكل كل شارع الرياض متفائل في المنتخب إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. تحياتنا لك يا عبد الله، شكرا لك. حياك الله. حياكم. ناخذ اتصال ثاني. مساء الخير. وحب أشكر طبعا كل جماهيرنا الوفية اللي حضرت أمس في الملعب في استاد الأمير فيصل، ووجه لهم أكبر تحية فعلا على يعني راحتهم للرياض وأنهم تركوا عيالهم طبعا وكل أعمالهم وراحوا، أكيد لبوا نداء الوطن. يستاهل أكيد الوطن كل خير، ويستاهل أكيد منتخبنا أنه نقف مع هذه الوقفة. فتحية كبيرة فعلا لكل الجماهير الوفية اللي كانت موجودة في الرياض، وأيضا تحية لكل جماهيرنا اللي كانت أيضا هنا مثل ما يقال متسمرة عند الشاشات وتتابع منتخبنا. مساء الخير. أنور الصيف. حياك الله. الله يحييك. كيف حالك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله تمام. من معانا؟ معك عيسى الشبيبي. عيسى؟ عيسى الشبيبي. عيسى الشبيبي، حيا الله. عيسى شو أخبارك؟ الحمد لله أخي. هاي عيسى، كيف شفت منتخبنا أمس؟ صراحة منتخبنا على يعني على المباريات اللي فيها مستوى يعني صراحة فاجأنا بهذاك المستوى، ونتمنى الأفضل إن شاء الله. بس يعني غلطات مدرب واللقون يعني تغييرات ما صحيحة أبدا. نعم. أيوة يعني تغييرات ما إلها داعي أبدا. حان الضابط دخل فهد القلبوبي، يعني تغييرات ما نعرف السبب. خروج قاسم سعيد. نحن نتمنى يعني نحن الحمد لله واحدة من بطل النسخة الماضية حلوة يعني، لكن أحسن لو الفوز كان. نعم. ايوه بس عندي هذه الملاحظه، بس اتمنى التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا لك يا عيسى. حياك الله. جزاك الله خير. حياك الله يا عيسى. ايضا اللي حاب يشارك معنا مستمعينا على الرسائل 90456 والتغريدات عبر تويتر عبر صفحه البرنامج برنامج خليج 22. ناخذ
شو الكابتن اليوم؟ شو الخطة اليوم يا عبد يا كابتن عبدين؟ هجومية بعد؟ اليوم بنخليها إشراك 4-4-2، هذه أحلى خطة ترى. ناخذ الاتصال. مساء الخير. حياك الله. يا هلا. يا هلا، من معانا؟ أبو عبد العزيز بعد. عبد العزيز؟ أبو عبد العزيز ما واضح عندي الصوت. أتمنى أبو عبد العزيز معك. أبو عبد العزيز، حياك الله يا أبو عبد العزيز. شو أخبارك؟ الحمد لله تمام، شكرا الله. تفضلي. أول شيء للتصحيح يا أختي سلوى، أنت قلتي أن المنتخب الكويتي قتل المنتخب العراقي. كيف؟ أنت قلتي في البداية أن المنتخب الكويتي قتل المنتخب العراقي. في أقصد أنا في الدقائق الأخيرة. بس المنتخب العراقي أدى أحسن ما أدى المنتخب العراقي. نعم، أدى المنتخب صحيح، بس أنا كنت أقصد فقط أن المنتخب العراقي لعب أفضل من كان ما كان يلعب المنتخب الكويتي. نعم أنا أتفق معاك، المنتخب العراقي قدم مستوى أمس كبير، لكن أنا أقصد أنه قتل المنتخب الكويتي قتل العراقي في مس. بعد هي كانت تسلل أول شيء، ولها هي تسلل وفيها ركلة دفاع عندهم، وبعد ما احتسب الحكم هي الأخطاء التحكيمية يا أبو عبد العزيز كانت واضحة، ومعروف أنه هدف المنتخب الكويتي هو تسلل، لكن انه فقط انه قتل الامال في المباراه هذه، على اعتبار ان المنتخب العراقي كان ماشي خلاص للتعادل وينتظر، كلنا ننتظر صفاره الحكم، لكن في الوقت بدل الضايع فعلا المنتخب الكويتي ولو من تسلل لكن خلاص فاز بالمباراه هذه. ومثلا خلينا من مباراه العراق والكويت. نعم. احنا في منتخبنا. نعم. في بعض المباريات مع احد اللاعبين عندنا جالس صوره يقول الحمد لله احنا نحن تعادلنا، وبالفعل صح ان الحمد لله، وانا كنت اتمنى اذا اقل شيء تعادل بالنسبه لنا، لان اصلا احنا ما ادينا لعب كثر ما هم لعب اول شيء. نعم. ثاني شيء اصلا تبديلات المدرب، يعني انت عندك فهد الجهومي دخل اخر دقيقتين من المباراه، لعله هو افضل لياقه من هذا الضابط، يعني هذا الضابط لعب لك يمكن اخر ربع ساعه من المباراه. نعم. هذا شيء. ثاني شيء هو التبديل هذا هو اللي هو قاسم سعيد. نعم. قاسم سعيد انا اشوفه انه كان هو أكثر من عبد العزيز مؤثر في المباراة، عبد العزيز نهائياً ما له وجود في المباراة، غير هي الكرة اللي هو مسكها على صار ليفلنسي وما حسب الحكم. يعني أنا أشوف اللاعبين نحن يعني كان يمكن أنا أشوف من رابع مباراة في هذه في التصعيد يمكن أكثر الأخطاء تمريراً هي حل منتخب نفسه. يعني إعداد أحسن مستوى، بس وين المراقبين اللي يدرب هذا؟ كيف يوظف اللاعبين عندهم؟ نعم. أتمنى صراحة، مع أننا من أول مباراة فقدت الأمل في المنتخب هذا، فقدت من أول مباراة، يعني منتخب تعبان جدا جدا جدا. نعم. بس لو على الحبس. بس شكرا لكم. مشكور يا ابو عبد العزيز، الانسان ما يفقد اكيد الامل، احنا يعني ما ادانا بشكل مطلوب خاصه في الشوط الاول، لكن في الشوط الثاني احنا تابعنا منتخبنا نوعا ما تحسن الاداء نوعا ما، لكن في الشوط الاول اتصور انه يعني كان الاداء جدا سيء في الشوط الاول، الشوط الثاني يعني شوي تحسن الاداء، ونتمنى ان شاء الله انه لقوان يقف على الاخطاء اللي كانت امس حتى في مساله التغييرات وغيرها أكيد اللي كانت في مباراة منتخبنا مع المنتخب الإماراتي، لأنه إحنا عندنا مباراة أكثر صعبة، يعني كل مباراة أصعب من الثانية، يعني المباراة الجاية راح تكون بالنسبة لنا هي الأصعب، لأن المنتخب العراقي خسران، وربما أيضا المنتخب العراقي مثل ما ذكر أمس بعض اللاعبين العراقيين أنه إحنا مصدومين بالخسارة مع المنتخب الكويتي، لأنه كنا خلاص ماشيين على التعادل والمنتخب الكويتي سجل في اللحظة الأخيرة. فاليوم المنتخب العراقي طبعا راح يدخل في مباراتنا الجاية بشكل ربما مختلف عشان أيضا يعوض، لأن المنتخب العراقي الحين طبعا في ولا نقطة عنده، بالتالي أنه يسعى للأقل ياخذ نقطة أو حتى ياخذ 3 نقاط أكيد من المباراة الجاية. كل المباريات صارت تصير طبعا كل مباراة أصعب من الثانية، ومثل ما ذكر أيضا بعض لاعبي المنتخب الكويتي أنه هذه المباريات يعتبر كل مباراة هي بطولة في خليج 22، يعني احنا شفنا صاحب الأرض والجمهور المنتخب السعودي يتقدم على المنتخب القطري، لكن المنتخب القطري رجع وتعادل في الشوط الثاني وكسب، هذه النتيجة إيجابية كانت للمنتخب القطري على اعتبار أنه أخذ نقطة من صاحب الأرض والجمهور. بالنسبة للمباراة الثانية اللي كانت بين البحرين واليمن، أيضا هذه كانت يعني بشكل عام توقعنا أنه لربما البحرين على الأقل تكسب 3 نقاط، لكن المنتخب اليمني قدم أداء جدا جميل في هذه المباراة
وتعادل أيضا مع المنتخب البحريني. مباراتنا أمس مباراة أيضا المنتخب الكويتي مع المنتخب العراقي. أنا أتصور أن المباراة المنتخب شخصيا أنا شفت أن مباراة المنتخب العراقي والمنتخب الكويتي كانت هي أجمل مباراة أنا شفتها في الخليجي، كانت جدا جميلة، والمنتخب العراقي قدم مستوى جدا جميل في مباراة أمس. نتواصل معاكم مستمعينا في خليجي 22. أسود عزب أسود زي. أسود أولاد العم زي. أسود بحر طم زي. أسود مشهورين زي. أسود مخبورين زي. أسود رجال قابوس زي. أسود أهل الناموس زي. أول ما نبدأ وش نقول بسم I'm gonna go.
أبي أسمع أبي أسمع أبي أسمع. حاضرين الشباب حاضرين أمانين حاضرين. أبي أسمع. حياكم الله مستمعينا، نتواصل معاكم في خليج 22، واليوم طبعا نتكلم أكثر عن مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الإماراتي اللي كانت أمس. بالنسبة لمباراة منتخبنا مع المنتخب العراقي إن شاء الله راح نتكلم عنها في حلقة بكرة إن شاء الله. انضم لنا في الاستوديو مستمعينا للتحليل الفني لهذه المباراة وأيضا المباريات اللي راح نتكلم عنها مباريات بكرة إن شاء الله. معنا في الاستوديو الكابتن عبد العزيز الحبسي. كابتن مساء الخير، حياك الله معنا. مساء النور لك ولكل المستمعين الكرام. حياك الله. يعني على طول ندخل معك في المباراة، وكنت أمس في الاستوديو التحليلي يمكن كابتن عبد العزيز، وأتصور أنه في تضارب يعني في آراء الناس في ناس تقول أنه المدرب، في ناس الخطة، في ناس ما اللعيبة، في ناس أنه الأداء سيء. يعني إيش اللي صار أمس في المباراة كابتن عبد العزيز؟ لأن النتيجة تعادل فكانت الاحتمالات مفتوحة، بما أن الاحتمالات مفتوحة فالأراء راح تختلف أكيد. لكن المباراة اللي صار في المباراة تصور أن اللاعبين في البداية كان عندهم الخوف من البداية. نعم. يعني هي المباراة الافتتاحية في خوف وفي ضغط نفسي، حتى وأنا جاي أسمعكم في أحد المتصلين يتكلم على التمريرات الخاطئة كان عنده حق تماما، كان في كثير من التمريرات الخاطئة. ويمكن مش حتى احنا في الاستوديو التحليلي تكلمنا على هذا الجانب. هل مسؤولية المدرب هذه التمريرات الخاطئة؟ طبعا لا، مش مسؤولية مدرب. هذه شخصية لاعب، ثقة لاعب، وكيف يبدأ البطولة. المنتخب الإماراتي تفسير بسيط جدا، البداية الجيدة بسبب الثقة اللي يمتلكها اللاعب، كلهم أبطال. فريق بطل. نعم. وفريق خارج من الدور الأول من غير ما يحقق أي انتصار. فمن الطبيعي أنه يكون أكثر ثقة. احنا شفنا التحسن هذا مع امتداد المباراة. نعم. وطبعا وعيد الكلام، التحسن ما كان للمدرب دور كبير في هذا التحسن، لأن اللاعبين صار عندهم ثقة أكثر، الوقت يمشي والنتيجة ما زالت تعادل، بدوا يكتسبوا الثقة، صار تحسن في المستوى، شفنا أخطاء أقل في التمرير، شفنا الشوط الثاني إحنا كنا أفضل وحرزنا هدف صحيح. نعم. ولكن خطأ تحكيمي لغى الهدف. أتصور أن هذا اللي صار في المباراة، يعني من غير ما ندخل في تفاصيل فنية كثير، هو أنك كيف اللاعب يفرض شخصيته. وهذا الدعم لما إحنا نتكلم قبل البطولة أن اللاعب محتاج لدعم، محتاج أن نعزز ثقته في نفسه. نعم. إحنا كنا ما واثقين في فريقنا، فانتقلت فهذا لما أنت تشعر اللاعب أنك ما تثق فيه، فمع من وين يستمد الثقة؟ يعني في تأثير سلبي كان من الأجواء المحيطة بالفريق. تحسن في الشوط الثاني، حاليا إحنا ما نريد نحتفل بالتعادل لأن هو مجرد تعادل، ولا نقلل من قيمة الأداء اللي صار. خلينا نعتبرها بداية جيدة مش أكثر من كذا، أو بداية مقنعة. وعندنا عمل، عندنا منتخب عراقي قوي، عندنا منتخب كويتي متمرس في بطولات الخليج. صحيح. المهمة ما زالت صعبة، ولكن المؤشر الأول إيجابي أنا أتصوره. نعم، يعني مثل ما ذكرت كابتن عبد العزيز أن نقطة يعني في بداية المشوار يمكن الأغلبية كانوا كثير متشائمين أنه يمكن المنتخب الإماراتي حتى يفوز علينا في هذا المباراة، لكن إحنا حابين ندخل بشكل فني أكثر مع كابتن عبد العزيز. الأسلوب اللي شفناه أمس من كابتن مهدي علي، يعني أتصور مثل ما أشوف أنا طبعا المباراة، أن المنتخب الإماراتي أمس كان كثير يعتمد على الكرات الطولية في المباراة، وإحنا واضح أنه عندنا ثغرة في الدفاع، في دفاعنا فعلا، هذا اللي أنا شفته شخصيا في المباراة، فعندنا مشكلة فعلا في قلب الدفاع كابتن عبد العزيز. أنا أعتبرها قراءة جيدة من كابتن مهدي، أكيد هو شاف المباريات الأخيرة. ما ننسى أن المدرب قرر الاعتماد على جابر العويسي. إحنا في تصفيات كأس العالم كنا نلعب بالرباعي سعد في اليمين،
عبد السلام والمسلمي في متوسط كمتوسطي دفاع، في الظهير الأيسر حسين مظفر. المدرب لاحظ في تراجع حسب وجهة نظر المدرب، في تراجع في 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 مستوى عطاء حسين مظفر. وقرر أن جابر يلعب. الانسجام بين جابر وعبد السلام ما وصل لأفضل مستوياته. بالإضافة إلى الانسجام مع علي، دائما الخط علي الحبسي دائما خط الدفاع لابد أن يكون فيه درجة انسجام عالية مع حارس المرمى. هذا الخط مع حارس المرمى، ما ننسى أن علي غاب عن مجموعة من حتى مباراة اليمن ما كان موجود. أنا أتصور أن هذه الأخطاء ظهرت بسبب قلة الانسجام بين أفراد الخط وعدم تعودهم دائما يلعبوا مع بعض. وبعض القدرات، يعني بعض القدرات الفردية، محمد المسلمي ما شاء الله عليه، يعني لاعب ذكي، قراءة للمواقف دائما متميزة. فوجوده في العمق كان تقلل من هذه الأخطاء. ولكن حاليا صار في مشكلة من وجهة نظر المدرب في الظهير الأيسر، فصار لابد من إيجاد حل. المباراة افتتاحية ما تستحمل المغامرات، وجود عمر عبد الرحمن في الجهة اليمنى للمنتخب الإماراتي، اليسرى لمنتخبنا، كان لابد من وجود لاعب ذكي، لاعب قوي جدا يعرف يتعامل مع عمر عبد الرحمن. مثل مين كابتن؟ محمد المسلمي هو اللي هو كان الخيار، واعتقد انه كان خيار موفق في في في, في, في الظهير في الظهير الايسر. فلما نتكلم على مشكله وسط الدفاع، هذا سببها قله الانسجام. واحنا شفنا ان الشوط الثاني ما كان عندنا مشكله في 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 في, في, في العمق. وتحسن مستوى جابر تحديدا وعبد السلام، وما شفنا اخطاء في الشوط الثاني. المنتخب الإماراتي كان عنده تسديدات من خارج المنطقة عكس الشوط الأول اللي كان فيه يعني ألعاب جدا خطرة وشبه انفراد. صحيح. في الكرة اللي الخطأ المشترك ما بين علي الحبسي وعبد السلام عامر على سبيل المثال. في الكرة اللي لعبها عمر عبد الرحمن لعلي بابخوت مثال آخر. مثل هذه الفرص ما كانت موجودة، كان التسديد من خارج المنطقة. المنتخب الإماراتي في الشوط الثاني ما اقتحم أو ما اخترق هذا التنظيم. فهذا مؤشر أن الانسجام بين الأفراد تطور مع امتداد المباراة. الثقة زادت، وأحيانا يمكن احنا نركز على قضية الثقة لأن اللاعبين كانوا يشعروا بضغط وهذا واضح. نعم، يعني كابتن لما تكلم أمس الكابتن مهدي علي مدرب المنتخب الإماراتي أنه عمر عبد الرحمن ما كان في أفضل حالاته في المباراة، مع أنه أنا شخصيا كنت أشوف أنه عمر عبد الرحمن كان من أخطر اللاعبين في المباراة أمس. يعني هو يذكر أنه عمر عبد الرحمن كان سيء أمس في المباراة، مهدي علي يذكر أنه عمر عبد الرحمن كان سيء في المباراة، مع أنه أنا أعتقد أنه حسب ما شفنا أنه عمر عبد الرحمن كان من أفضل اللاعبين في المباراة. يمكن كان احتمالين، ممكن متوقع من عمر أكثر من كذا بحكم أن عمر هو مفتاح اللعب الرئيسي عندهم. الجانب الآخر، بعض المدربين يعتمد على هذا الأسلوب لاستفزاز القدرات، يعني يريد من الأفضل في المباريات القادمة. يقول أنا مش راضي عنك. هي رسالة للمدرب، أنا من المدرب للاعب. لكن تأثير خصوصا في الشوط الأول، هو عمر في الشوط الثاني كان في المستوى أقل من الشوط الأول. وكان عمل الجماعي مع المجموعة في الشوط الأول أكثر من الثاني. وفعلا عمر في الشوط الثاني ما ظهر مثله في الشوط الأول. ففي عدة احتمال، ممكن هو كان متوقع منه أكثر وما ظهر. اثنين، ممكن ينتظر منه الأفضل، لأن الحين المنتخب الإماراتي بعد التعادل راح يلعب مع الفريق الكويتي. والمواجهة راح تكون صعبة. الكويت والإمارات كانوا في الدور نصف النهائي في البطولة الماضية، وهدف يمكن في الدقيقة الأخيرة أهل الإمارات للمباراة النهائية. فينتظر منه الأفضل والأفضل. احنا راح نتواصل إن شاء الله معك كابتن، وراح نتكلم أكثر عن هذه المباراة، لكن أيضا نفتح للمستمعين اللي حاب أيضا يتكلم عن هذه المباراة على 2-4-6-9-8-1-5-1. كابتن عبدين، اليوم طبعا كثير من الاتصالات عندنا، وأيضا كثير من الرسائل وكثير من التغريدات على صفحة البرنامج على تويتر بعنوان برنامج خليج 22. ناخذ اتصال. مساء الخير. مساء النور، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. من معانا؟ معك بدر عبد الله البلوشي. بدر البلوشي، حياك الله يا بدر. حياك أختي، بس حبيت أشارك وأدخل في مداخلة. تفضل. بالنسبة لمباراة أمس، الجميع كان شائم حديدة إن المنتخب ما يصحب الصورة المطلوبة، وتعرف الجماهير دائما ما تبحث عن الأفضل. نعم. لذلك كان عندي عدة ملاحظات في مباراة المنتخب أمس.
بالنسبة لخط الدفاع عبد السلام واللي هو جاب العويسي. أعتقد أن جاب العويسي كان هي مشكلة في العمق الدفاعي. نعم. جاب العويسي كان بطيء وكان عمل يعني كان بيعمل عدة مشاكل في خط الدفاع. نعم. بالإضافة إلى المهاجمين يعني عبد العزيز المقبالي ما كان في المستوى حديده وما كان متوقع منه كان متوقع منه كثير ولكن للاسف خيب كل التوقعات بالاضافه الى محمد الغساني. نعم. يفترض ان محمد الغساني كان يلعب يعني مكانه في الوسط افضل من مهاجم. نعم. وكان المفروض ان محمد السيابي يا اخي المقدمه تتكلم على محمد السيابي. محمد الغساني في خط الهجوم ما عمل ذاك الغساني الغساني مصاب مش موجود مع الفريق ما موجود في البطوله الغساني قصدك السيابي انا عفوا محمد السيابي. نعم. محمد السيابي يعني وجوده في خط الوسط عنده لاعب عنده مهاره عاليه عنده سرعه لكن اعتقد انه في خط المقدمه ما كان الخيار المناسب للمدرب. نعم. كان يفترض انه يعني يستغل في مكان اخر والمكان اللي كان يلعب وكان وايضا دخول هاني الضابط اعتقد ان هاني الضابط عليه علامه استفهام كونه لاعب اعتقد انه ما راح يضيف شيء للمنتخب في الوقت الحالي فاستدعاءه كان يعني من باب انه يكون يحف له اللعيبه اللي هم يعني اللعيبه المتواجدين على اساس انه يعطيهم ثقه وغيره اما دخول في يعني في معترك خليجي 21 خاص انه ما لعب في مباريات وديه ما شارك ابدا مع المنتخب لذلك أنا أحط عليه علامة استفهام. نعم. أخرى يعني. نعم. الشوط الأول منتخبنا يعني حقيقة كان يعني التنظيم مش لديك الدرجة ما شفنا هوية المنتخب واضحة. نعم. أيضا أضف إلى أن منتخب الإمارات ما كان ذاك المنتخب اللي يعني ما كان منتخب مظهر بالصورة اللي كنا ننتظرها منتخب الإمارات نعرف أنه منتخب متيانس منتخب قوي. نعم. منتخب يمتلك يعني عناصر شابة ومتجانسة وتلعب من زمان ولكن منتخب الإمارات ما ظهر بذاك المستوى ثم خل من معطل منتخبنا الثقة أكثر أنه يتقدم ويحاول أنه يسجل. نعم. أيضا أعتقد أن حكم مباراة أضاع على منتخبنا هدف. نعم. صحيح بالإضافة إلى ضربة جزاء صحيحة كانت راح تغير مجرى المباراة. احنا المجمل العام يعني المباراة لا أعتقد أنه غير يعني مش مؤشر بحيث أن احنا يعني لكن هي بداية طيبة نتيجة طيبة لكن مش مؤشر على حالة الفريقين فنيا بالنسبة لمنتخب الإمارات ومنتخب أكيد. من الجولة الثانية تحدد يعني منتخبنا وين بالضبط وأيضا منتخب الإمارات. نعم. وين صاير راح يتحدد من الجولة الثانية إن شاء الله ورح نعرف يعني مدى قوة منتخبنا أكيد. أيضا التغييرات اللي أجراها المدرب الحجيزي كان فيها بعض الشيء ولكن في النهاية الحمد لله هي نقطة يعني ثمينة من حامل لقب. نعم. نتمنى إن شاء الله يكون القادم أفضل إن شاء الله ونتمنى أيضا للجماهير إن ما تكون يعني بديك السلبية تكون أكثر إيجابية من المنتخب وتكون على ثقة إن شاء الله بتحقيق الأفضل بإذن الله. مشكور يا بدر يعطيك العافية ولو أن أتمنى كنت نختصر شوي في المكالمة وشيء ثاني إنه مثل ما ذكرت في بداية الحلقة إنه ما نريد نتكلم عن التحكيم إحنا في مشاركاتكم معنا خلونا من التحكيم انه هذا جانب اخر خلونا احنا نتكلم فقط في المستوى الفني اللي ظهر في منتخبنا امس فعلا في اخطاء انه راح يمكن لربما راح تغير مجرى المباراة هدف ضرب الجزاء وغيرها لكن خلاص هذا اللي صار وخلونا احنا نركز فقط على مستوى منتخبنا اللي كان امس في مباراة المنتخب الاماراتي. ناخذ مكالمة ثانية. مساء الخير. السلام عليكم. حياك الله معك تفضل. مرحبا اختي كيف الحال؟ الحمد لله تمام. من معانا؟ حمد معك. كيف حال كابتن العنبي؟ الحمد لله تمام. حمد؟ الله يسلمك. اي نعم تفضل يا حمد. يا انا بس بخصوص التبديل يا اخي ما اعرف ايش مشكلته هذا المدرب ماله مع قاسم سعيد يا اخي. قاسم سعيد هو نجم المباراه امس كان فما اعرف ليش ايش مشكلته يطلعه يا اخي كل مره لكن مشكله مع قاسم سعيد زين. فالمهم انا اقول الشباب ما قصروا جزاهم الله خير امس ابدعوا صراحه. نعم. ما كنا متوقعين هنا المباراه راح تصير بهذا المستوى مع غياب نجوم المنتخب. فما قصروا جزاهم الله خير وحنا متعاملين فيهم وان شاء الله ما بيقصروا في المباريات الجايه بس ينقصنا هداف مثل الحوسني. مع انه صعب يكون يا اخي مثله ما في صعب ان شاء الله يا حمد.
وقاسم سعيد يا أخي يا ليت بس هذا المدرب الله يعميه عنه ويخليه يدخل 24 ساعة في المباراة. مشكور يا حمد. عموما يعطيك العافية. حياك الله. حياك الله يا حمد. يعني كثير الناس تتكلم عن مسألة التغييرات اللي أمس أجراها لقوان. إيش كان المفترض يصير كابتن عبد العزيز في مسألة التغييرات؟ يعني خروج قاسم سعيد كثير عامل ضجة على اعتبار أنه قاسم كان هو الأفضل تقريبا في صفوف منتخبنا طبعا من بعد الكابتن علي الحبسي. شوف المفترض يعتمد على قناعات الشخص، يعني ما في شيء مفترض. في مدرب عنده فكرة وينفذها، وفي أفكار أخرى، في ألف فكرة ممكن تنطرح، بس هذه كلها افتراضية لأنها ما جربت. يعني بس أنا بتكلم على الشيء اللي قام فيه المدرب. نعم. المدرب تغيير الأول كان هو سحب قاسم سعيد. نعم. أعتقد تم، لا التغيير الأول عبد العزيز المقبالي في الدقيقة 75. أول تغيير كان في الدقيقة 75، أي ربع ساعة. الكل يعرف أن إحنا افتقدنا عماد الحوسني، افتقدنا محمد الغساني، وقبلهم يمكن الناس نست، لكن نذكرهم بإسماعيل العجمي. صحيح. إسماعيل العجمي كان موجود في تصفيات كأس العالم وكان لاعب مؤثر ومميز. نعم. حاليا في خط الهجوم من الناس اللي كانت موجودة في كأس العالم أعتقد صار موجود عبد العزيز المقبالي فقط. فوجود محمد السيابي، في أحد الأخوة ذكر أن محمد السيابي لاعب وسط، هو فعلا لاعب وسط ويلعب في الأطراف وكان موجود حتى في تصفيات كأس آسيا. وكان مؤثر. أنت لابد أنك تبحث عن حلول. المدرب الحلول اللي موجودة عنده حاليا في الأربع أسماء اللي موجودين في خط الهجوم، هاني الضابط وموجود الشلهوب، عبد العزيز المقبالي، ومحمد السيابي، وممكن نعتمد على حسين الحضري كمهاجم ثاني وليس كمهاجم صريح. محمد السيابي أعتقد الأمس كان مجهوده وافر، قدم مباراة جيدة. أنا أتفق مع اللي يقول أن عبد العزيز المقبالي ما كان في أفضل حالاته. صحيح. ولكن البديل اللي موجود عنده في اثنين بدلاء. احنا نتكلم على شيء موجود مش اشياء افتراضيه. نعم. الموجودين اثنين، هاني الضابط اللي البعض يتكلم على العمر، هو عنده حق انه يتكلم على العمر. نعم. العمر يرتبط بالمجهود، ويمكن حتى هاني الضابط في المباريات اللي مباراه نادي ظفار مش دائما يلعب المباراه بالكامل، لا هو يلعب اجزاء من المباراه. ومن المؤكد أن رتم وسرعة المباريات الدولية تختلف عن المباريات المحلية. صحيح. أنا أتصور أن الربع ساعة هو الوقت اللي يشعر فيه بما أن النتيجة 0-0، الوقت اللي يعتقد المدرب أن هذا الوقت هاني الضابط يقدر يؤدي فيه الدورين الهجومي والدفاعي دون الإخلال بتوازن خط الوسط. نعم. لان في ادوار دفاعيه لخط الهجوم، يعني انت بعد ما تخسر الكره لابد انك تكون موجود في منطقه معينه بحيث تمنع الفريق الاخر من انه يعمل لك اضافه للمدافعين او خلق مساحات كبيره للاعيبه وسط الميدان. نعم. فانا اتصور ان التوقيت كان مناسب للفريق مش للاعب معين. التغيير الثاني هو دخول علي سالم مكان قاسم سعيد. نعم. قاسم سعيد اللي يرجع للشوط الاول بيجد ان قاسم سعيد مكان مميز الا يمكن في اخر ربع ساعه لما شفنا قاسم دخل من الجهه اليسرى. قبل كذا عبد العزيز وقاسم ما كانوا موجودين. نعم. الاثنين قاسم ادوار الهجوميه اكثر من ادوار الدفاعيه، وقدرته على اداء الدورين ما هو بنفس المستوى اللي يؤدي فيه رائد، لان رائد مجهود وافر، احنا شفنا رائد اكثر من مره يكون قريب جدا من سعد السهيل. نعم. يساعد في هذا الجانب. هذه الجهه موجود فيها عمر عبد الرحمن. وعمر عبد الرحمن لاعب خطير في كل احواله. صحيح وسريع جدا. ممكن يمرر تمريره هدف، ممكن هو اللي يصنع. فاتصور وجود احنا نتكلم دقيقه 78 تحديدا تم تغيير قاسم، يعني باقي من المباراه 12 دقيقه فقط، يعني ما تغير في الدقيقه 46 او الدقيقه 50، باقي من المباراه 12 دقيقه. اتصور ان المدرب مباراه افتتاحيه. نعم. مع فريق قوي ومرشح وحامل لقب، حب انه يعمل توازن زياده في وسط الملعب. علي سالم ما نزل على اساس اني ادي ادوار دفاعيه، وانا اذكر واحنا نحلل المباراه في الدقيقه 43 في الشوط الثاني، اي في الدقيقه 88 من المباراه، كان علي سالم
ومحمد المسلم الاثنين يقوموا بهجمه من الجهه اليسرى. نعم. الكره اللي تحولت حتى انا اعتقد ان هاني الضابط كان قريب ممكن يعني ما كانت خطره جدا، ولكن انا اللي اريد اوصل له ان حتى الدقيقه 88 و89 كان سعد السهيل يدخل من الجهه اليمين وكان محمد المسلمي يدخل من الجهه اليسار. نعم. فما اتصور ان كان في مشكله كبيره في التغييرات ما سببت علينا هجمات زياده. ما خلتنا ننتظر في نص ملعبنا، نفس التوازن اللي لعبنا في الشوط الثاني. نعم. كان مستمر الدقيقه 90 وبالعكس المنتخب ما كان الفريق الاماراتي اخطر حتى، يعني انا كثير اشوف تركيز على التغييرات يمكن لأن اسم هاني الضابط واسم علي سالم، هاني كبير في السن، علي سالم في الأصل ظهير هو لعب، لكن هل كان في تأثير سلبي؟ ما أعتقد أنه كان في تأثير سلبي. إحنا لنهاية المباراة كنا بنفس التوازن. نعم. اللي كنا عليه في يعني تحديدا في الشوط الثاني، ما أعتقد أن تغيير فهد الجلبوبي مكان عبد مكان محمد السيابي. السيابي بذل كل طاقته، ممكن في شد بسيط وهو كان في الدقيقة الوقت الإضافي كان 3 دقائق واللي لعب أعتقد فهد الجلبوبي كان دقيقة. نعم. أتصور أن التغييرات ما كان لها تأثير سلبي على نتيجة المباراة. نعم. ممكن ما كانت لها التأثير الإيجابي على المباراة، لكن خلقت الكثير من التوازن في نص الملعب. في ناس تحب أن تروح لقدام وتقول خلينا نجرب نفوز أو نحاول نفوز. الفريق العراقي خسر في الدقيقة 92 أو 93. نعم. لأن عطى مساحة ولو للحظة بسيطة للاعب متمكن مثل فهد العنزي. نعم. إنه يلعب الكرة على راحته. صحيح. أنت ممكن تفكر في الفوز وتتعاقب بهزيمة. المنتخب العراقي كان الطرف الأفضل معظم فترات المباراة. نعم. صح الأفضلية ما كانت كبيرة، ولكن في الدقيقة 92 تعطي مساحة للاعب مميز مثل فهد العنزي أن يسدد مثل كذا أنت تتعاقب. نعم. كان ممكن إحنا نتعاقب بنفس الطريقة لو عطينا المساحات. أكيد. ويمكن لو استمر قاسم مع مجهود الكبير اللي بذله كان ممكن هذه المساحات تتوفر للمنتخب الإماراتي. نعم. أعتقد تغييرات المدرب حافظت على توازن الفريق. نعم. حتى شفنا يمكن في الشوط الثاني كابتن عبد العزيز ان المنتخب الاماراتي كان كثير متراجع، يعني وحتى ذكر مهدي علي في المؤتمر الصحفي بعد نهايه المباراه انه بسبب اندفاع لاعبي المنتخب العماني اللي هو طبعا منتخبنا اضطرينا انه نتراجع الى الخلف في الشوط الثاني، هو يتكلم كابتن مهدي علي. طبيعي مثل اي مباراه افتتاحيه، حتى عمر عبد الرحمن كان يرجع، ما حد يريد يخسر. عمر عبد الرحمن كان يقاتل على الكره. صحيح. امام وهذه هي كره القدم، لابد انك تلتزم تنضبط، لانك انت لو اعطيت الفريق المنافس مساحات ممكن تخسر. احنا نتكلم على بطوله حاليا، البطوله حاليا من 3 مباريات فقط. نعم. فتخيل الفريق مثل المنتخب العراقي، المنتخب العراقي خسر امام الكويت، الخساره الثانيه تخليه خارج البطوله. ما راح تمنح اي فرصه اضافيه، خلاص انت راح تكون خارج البطوله. الفريقين امس في الجزء الاخير من بعد الدقيقه 70 كان تفكيرهم او تركيزهم اعلى ان ما نخسر المباراه، نحاول نكسب. نعم. بس هذا المكسب ما يكون على حساب ان انا اجاسف في الجانب الهجومي. انا اتصور كبداية تعتبر، اعيد واكرر، ما هو بالانجاز ولا هو بالشيء الممتاز جدا. نعم. ولكن كبداية جيدة. تعتبر مقنعة وايجابية. نعم. احنا راح ان شاء الله نواصل اكيد معاكم مستمعينا الحديث عن هذا المباراة اليوم، راح نفتح لكم اكبر قدر ممكن من التواصل اكيد معنا عبر رسالة 90456 والتغريدات عبر تويتر على صفحة البرنامج بعنوان خليج 22. ناخذ هالمرة بعض الرسائل على 90456. بأمانة منتخبنا جدير بتحقيق بطولة، ولكن مدربنا يخذلنا بتكتيكه وتغييراته. بما أن منتخب الإمارات ما ظهر أمس بقوته كان يفترض منتخبنا يفوز بالمباراة. شكرا لك، أتمنى لو ذاكر اسمك في نهاية الرسالة. أيضا رسالة ثانية من ما ذكر اسمه، يقول جابر العويسي كان راح يسبب لنا خسارة أكثر. شوفوا إحنا، أنا راح أقرأ الرسائل وإحنا راح نعلق عليها. كابتن عبد العزيز، جاب العويسي كان راح يسبب لنا خسارة أكثر من باص خطأ. تحيات نوح السعدي، شكرا لك يا نوح. يمكن هو كان يقصد الخطأ اللي صار، يمكن تكلمنا عنه نعم تكلمنا عنه في البداية، كان
يعني محتاج لبعض الدعم، يعني محتاج انه ياخذ الثقة. وجابر تحسن كثير في الشوط الثاني، فعلا ارتكب اخطاء في الشوط الاول ولكن تلافاها في الشوط الثاني وظهر بمستوى جيد. نعم، لما الفريق كله لعب، الفريق كله ساعد الفريق. صحيح. معظم افراد الفريق في الشوط الاول معظمهم ظهروا. صحيح. ما كانوا جيدين. في الشوط الثاني الكل تغير، لان ما صرنا نفقد الكرة بسهولة. نعم، عكس الشوط الاول. ابو هزاع الكلباني، مساء الخير. المنتخب الشوط الثاني اصبح له هويه، لكن للاسف المدرب ما يعرف يوظف اللاعبين، تغييرات غير جيده. اذا خرج المنتخب سبب المدرب. احنا تكلمنا عن التغييرات، هو بشكل عام كان يتكلم عن التغييرات. شكرا لك يا ابو هزاع الكلباني. قبل شوي تكلمنا عن التغييرات. ايضا رساله، مساكم نوفمبر جميل، عسى تكتمل فرحتنا بلقب 22 خليل 22، وبداية كانت جميلة خصوصا إنها مع حامل اللقب وتألق على الحبسة والمسلمي وقاسم سعيد، وكان ينقصنا قناص في الهجوم معاكم خلفان المعمري. يمكن جميع كان يتفق أنه إحنا أمس يعني اللمسة الأخيرة كانت شوي تنقصنا، لكن إحنا وصلنا في النهاية للمرمى المنتخب الإماراتي من الهدف اللي تم إلغاءه. في النهاية وصلنا، إحنا وصلنا وسجلنا من خلال قاسم. يعني ما أريد أركز على الحالات التحكيمية، لأن إحنا شفنا الأخطاء التحكيمية صارت في مباراتنا، صارت في مباراة العراق. إحنا وصلنا، لكن ما يمنع أن إحنا نأمل بالأفضل. يعني نتمنى من عبد العزيز لأنه يملك القدرات، نتمنى منه أداء أفضل. قاسم اللي لعب في الشوط الثاني بشكل متميز ما يمنع أن يلعب التسعين دقيقة بشكل متميز، ما ننتظر على فترات عيد. حتى في الشوط الأول عيد لاعب مهم جدا في الجانب الهجومي، لأن احنا نعرف ان احمد كان هو مرتبط باداء الادوار الدفاعيه في وسط الملعب. عيد ما كان في افضل حالاته، في يمكن انا كنت احسب الاخطاء حتى في التمرير، تقريبا 4 تمريرات خاطئه من عيد في منطقه حساسه جدا، مش يعني شيء احنا ما نتوقعه من عيد في 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 مباراه مهمه. نعم. ولكن عيد لما رجع لمستواه ولعب بقدراته في الشوط الثاني شفنا كيف الفريق تحسن بشكل كبير. الجانب الهجومي راح يطور الاداء الجماعي لكل الافراد، ولكن صحيح. في بعض اللاعبين او كبعض الافراد كنا نتوقع منهم الافضل، لكن في النهايه مباريات صعبه، والمنتخب الاماراتي أكيد. فريق محترم جدا خصوصا في الادوار الهجوميه وفي التنظيم الهجومي. فاتصور ان ما اريد نعيد ونكرر نفس الكلام، ان المباراه اللاعبين قدموا فيها في المجمل مستوى جيد. نعم، راح نواصل ان شاء الله معاكم مستمعينا، لكن هالمره خلونا نطلع كذا نريحكم ب ايش راح تحط لنا الكابتن عابدين اليوم؟ هدف؟ يلا نسمع. يا ملاعب اشهدي،
شاء ربي منتصر زهيب لون الأحمر يا منتخبنا الوفي. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. إذا كان عندك أمنية واحدة تريد تحققها، يا ترى وش ممكن تكون؟ راح أقضي إجازتي مع أهلي في فندق فخم، أخذ سيارة سريعة وانطلق فيها، أسافر لمدينة أحلامي، أتسوق لي على كيف كيفي. مع جوائز ماي تشويس من البنك الوطني العماني تقدر تسوي كل هذا وأكثر بعد. جمع نقاط ماي تشويس عند الشراء باستخدام بطاقات الخصم والائتمان من البنك الوطني العماني، واستبدلها لدى أفضل الفنادق وشركات تأجير السيارات وشركات الطيران في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك استمتع بجوائز كبيرة عند التسوق. برنامج ماي تشويس من البنك الوطني العماني، اتصل على 877-077 وسجل اليوم. تطبق الشروط والأحكام. وش صار هالطعم جنني هاللذة تسحرني، حلوى الديواني يختار حلوى هذا الحلا، ما صار في طعمها تحتار الديواني يختار. وش صار هالطعم فعلا غير الأول أكيد يصير الديواني يختار. الحياة أحلى مع الديوانية للحلوى العمانية. مسابقة تمكين لدعم الأفكار الشبابية، حرصا من اللجنة الوطنية للشباب على مشاركة الشباب في تفعيل مرتكزات يوم الشباب العماني، والذي يصادف 26 من أكتوبر من كل عام. جاءت مسابقة تمكين والتي تهدف إلى دعم أفكار الشباب وإبداعاتهم. ستوفر اللجنة من خلال هذه المسابقة الدعم المعرفي والمالي لتمكين الشباب من خدمة مجتمعهم بروح من المنافسة، وفقا للمعايير التالية: أن تكون الفكرة إبداعية وحديثة، أن تحقق مرتكزات يوم الشباب العماني وهي التمكين، المواطنة، الشراكة، الابتكار والحوار. تحوي شرحا مفصلا للنتائج المتوقعة، أن تكون أهداف المشروع واضحة وقابلة للقياس ومحددة بإطار زمني، أن تكون الفكرة ذا أثر مستمر لما بعد التنفيذ. تلتزم اللجنة بمبدأ التوزيع الجغرافي وتنوع المجالات. لمزيد من التفاصيل ولملء استمارة الترشح يرجى زيارة صفحات اللجنة التفاعلية. 32 مشروعا رياديا رسمنا مع أصحابها الخطوات الأولى لإطلاقها وتنميتها نحو النجاح. بادر بالتسجيل في برنامج الخلية عبر الموقع الإلكتروني www.alkhaliya.com. للمزيد من التفاصيل تابعوا حسابات البرنامج على مواقع الإعلام الاجتماعي. مبادرة الخلية هي إحدى مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو. يا للروعة، هذه الهدايا تأتي بكثرة. هذا صحيح، ستنهمر عليك الهدايا من عمان تال. سجل في برنامج النقاط مكاسب من عمان تال واستمتع بالمزايا، واحصل على مكالمات مجانا، الانترنت مجانا، رسائل نصية مجانا، تخفيضات على الفواتير، قسائم شرائية وغيرها الكثير. مرحبا بك في عالم من المزايا مع برنامج مكاسب من عمان تال. للتسجيل اتصل على نجمة 224 مربع او تفضل بزيارة omantel.com. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. خليجي 22. بالتوفيق لمحمد ربيع، وفي مواجهة لحارس المرمى وليد عبد الله، يلا يا حظ يا الله يا رب يا مبروك. يلا يا حسن في الجول.
الخليجي. حياكم مستمعين، نتواصل معاكم في خليج 22، وهالمرة نروح لفقرة أخبار الخليجي. من أخبار الخليج مستمعين، رسميا أعلنت اللجنة الإعلامية لخليج 22 بأن العدد النهائي للإعلاميين القائمين على تغطية خليج 22 وصل إلى 2050 إعلامي، ما شاء الله. ومن الأخبار أيضا مستمعينا، ظهر اليوم الأمير الرياض أقام مأدبة غداء احتفاء برؤساء الوفود المشاركة في خليج 22. ومن أخبار خليج 22 مستمعينا، تم الإعلان رسميا أن لوبيز كارو مدرب المنتخب السعودي راح يبقى في تدريب المنتخب السعودي إلى نهاية خليج 22، وما في أي نية لإقالته. من الأخبار أيضا مستمعينا طبعا أنه بطل كأس الخليج، طبعا المنتخب اللي راح يفوز بهذه البطولة راح يحصل على 2,500,000 ريال سعودي، والمركز الثاني راح يحصل على 1,500,000 ريال سعودي، والمركز الثالث 500,000، والرابع على 250,000 ريال سعودي. هذا طبعا الأرقام مغرية كثير، تخلي المنتخبات تتشجع أكثر عشان تفوز بخليج 22. أما بالنسبة للجوائز الفردية طبعا، منها جائزة أفضل لاعب وجائزة أفضل حارس وجائزة الهداف في خليج 22. كل طبعا لاعب من اللي راح يحصل على أفضل لاعب أو أفضل حارس أو أفضل هداف راح يحصل على 100,000 ريال سعودي، يعني 10,000 ريال عماني. من الأخبار أيضا مستمعينا في خليج 22، بكرة حكمنا يعقوب عبد الباقي إن شاء الله راح يدير مباراة المنتخب القطري مع المنتخب اليمني. في المقابل الحكم العراقي مهند عيسى راح يدير مباراة المنتخب السعودي مع المنتخب البحريني. مستمعينا هذه كانت أبرز الأخبار في خليج 22. وهذا العماني ياني بيحقق أمالي، هلي ياني عماني الغالي، هلي ياني وهذا العماني ياني بيحقق أمالي، هلي ياني عماني الغالي، هلي ياني وهذا العماني ياني بيحقق أمالي، هلي ياني عماني الغالي، نرجع لكم مستمعينا في خليج 22، نتواصل أكيد معاكم وحديثنا عن مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الإماراتي اللي كانت أمس. اللي حاب يتواصل معانا عبر رسائل 90456 وتغريدات عبر صفحة البرنامج على تويتر بعنوان برنامج خليج 22، واتصالاتكم نستقبلها على 24698151، ومن خارج حدود السلطنة على 00968249 6982 18. ومعنا في الأستوديو أكيد الكابتن عبد العزيز الحبسي. ما مشيت الرياض كابتن عبد العزيز هالسنة ليش؟ لأني مرتبط بالتحليل. مرتبط بالتحليل مع قناة عمان الرياضية. بكرة طبعا مباريات أيضا قوية راح نتكلم إن شاء الله عنها بإذن الله. خلينا نتكلم كابتن أيضا عن دكة الاحتياط في منتخبنا. طبعا كثير من الرسائل تتكلم عن هذه المسألة، يعني كثير من يعني لما نتكلم عن دكة الاحتياط في أي منتخب في العالم أو حتى نادي في العالم أكيد ما تكون أقل من الأساسيين في الملعب، ودكة الاحتياط لما تكون قوية أكيد هي ممول قوي للمنتخبات في مباريات حاسمة. كيف دكتنا كابتن؟ نحن أنا دائما أقول أن الناس تتكلم بكثير من المثالية. نعم. ما في دكة بنفس قوة الأساسيين.
في ميسي واحد، ما في اثنين ميسي، لو طلع ميسي ما في حد يحبه ميسي. وكريستيانو واحد. واحد كريستيانو، ولا كانت العملية سهلة مثل من الكثير. في دكة قوية وفي دكة أقل قوة، ما نختلف، لكن أن يكون الأساسي بمستوى الاحتياطي أنا أعتقد هذه نادرة جدا، يعني أنها تصير على كل المستويات في العالم، في العالم كله. لكن عندك ورقة رابحة على الأقل، يكون إحنا زمان كان عندنا هاشم الضابط، هاشم صالح ورقة رابحة كان في المنتخب. تكلمنا يمكن إذا بنتكلم على خط الهجوم، تكلمنا أن في خط الهجوم في عندنا غيابات كثيرة. إحنا تكلمنا على إسماعيل العجمي أصيب قبل، تكلمنا على عماد الحسني، تكلمنا من ثم الغساني وحتى سامي الإحساني. فأنا أعتقد أن لما يكون عندك أربع إصابات في نفس المركز فأكيد أنت راح تعاني منها. لكن ما أعتقد أن يعني فهد الجلبوبي ممكن تكون ورقة رابحة أنت ممكن تستفيد منها. حسين الحضري ورقة رابحة أنت ممكن تستفيد منها. حتى علي الجابري ممكن يعوض لك أي غياب في وسط الملعب. في خط الدفاع ما زال نملك، وحتى ممكن نستخدمه يعني في خط الدفاع ممكن نملك خبرة مظفر، لاعب يقدر يضيف كثير من القوة في خط الدفاع. في حيوية الشباب اللي هي موجودة في الظهيرين، علي البوسعيدي كبديل محتمل في بعض الأحيان لما تحتاج إلى جانب هجومي أكثر، لأن علي هو في الأصل لاعب وسط وممكن يقوم بأدوار دفاعية في مركز الظهير. عندنا علي سالم اللي يلعب في أكثر من مركز. فأنا أتصور ومعنا ما أدري إذا ذكرت اسم حسين الحضري أو لا. إيه ذكرته. غيابات كثير في خط الهجوم. صحيح. نتكلم على اثنين من أفضل المهاجمين، يعني لما نتكلم على إسماعيل العجمي غاب عن خليج 17 بحكم الإصابة، رجع في خليج 18 وكان مؤثر، في خليج 19 كان مؤثر. صحيح. لعب البطولات، تصفيات كأس آسيا لعب، فلاعب يملك خبرات. تفقد عماد الحسني ما سهل. طبعاً. إنك تعوض بنفس المستوى. هذا الكلام انك تعوض بنفس المستوى هذه مثاليه. احنا لما يكون عندك اربع خمس مهاجمين، هذه حتى المنتخبات كبيره على مستوى العالم، احنا نتكلم على في نهائيات كاس العالم 2014 المنتخب البرازيلي، البرازيل اللي فيها ملايين اللاعبين، مش مليون، ملايين اللاعبين. صحيح. ما كان عندهم الا فريد، وكان المنتخب البرازيلي كل يبحث عن لاعب. منتخبات كبيرة مثل منتخب إيطاليا مضطرين أنهم يلعبوا لاعب مثل بالوتيلي، مضطرين أنهم ما عندهم خيارات أخرى. فإحنا ما نريد نجي ونضرب أمثلة، ولكن أنك تحصل بديل في نفس المستوى ما سهل، لكن تحصل بديل جيد هذا مهم. نعم. وهذا من, من 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 الأدوار اللي لابد أن يلعبها يعني الجهاز الفني، أن يتابع، أن يستكشف ويشوف من هي الحلول والبدائل المتاحة. لأنك في النهاية تتكلم على منتخب، أنت ما ممكن تتعاقد مثل بعض الأندية تتعاقد مع مهاجم أجنبي، تتعاقد. نعم. مع مدافع أجنبي أو لا، هذا منتخب بلد، أنت محدد في اختياراتك. فأتصور أن أفضل لاعبة الدوري ممكن يبقى الخلاف على اسم أو اثنين، وهذا الخلاف في أي دولة في العالم موجود. يعني إحنا نتابع الأخبار اللي جينا، الكويتيين أعتقد استبعد لاعب يوسف ناصر. يوسف لا استبعد، لا يوسف ناصر موجود هو بس ما يلعب. لا يوسف لعب أمس كان أساسي، في بعض قالوا هذا كان أفضل لاعب في الدوري، فكيف يستبعد؟ نشوف الهجوم الكبير من الإعلام السعودي، ليش استبعد السهلاوي على سبيل على سبيل المثال؟ ليش التشكيل بهذه الصورة؟ كل المكان، في كل مكان في العالم في خلاف، في ناس تتكلم على أن في أسماء تستحق، هذه تبقى آراء، وهذه آراء محترمة ومقدرة. احنا ما نريد ندخل، لا، كل واحد يتابع كرة القدم عنده وجهة نظر وعنده رأي. طبعا. في النهاية أنت العملية تدار مش بالتصويت أو نجيب 20,000 متفرج إيش رأيكم من يلعب ومن ما يلعب. لا، كرة القدم مشكلتها خلينا نقول ان يديرها واحد، هذه حقيقة. طبعا صحيح. ما ممكن يديروها اكثر من شخص. يعني ما ممكن الفريق يديروا 20 واحد، هذا لرأي وهذا رأي وهذا رأي. في النهاية ما راح تتخذ رأي، وهي في النهاية وهي قناعات انت. طبعا. اللاعب اللي انت تشوفه هو الافضل والاميز، انا ممكن ما اشوفه بهذه المواصفات اللي انت تعتقد. صحيح. هو كثير كابتن عبد العزيز يعني اختلاف، حتى لوبيس كارو مدرب المنتخب السعودي، اليوم المنتخب السعودي مستضيف البطولة، لكن الجماهير والإعلام ما راضين عن كارو أبدا. المنتخب ألمانيا بطل كأس العالم، بداية البطولة كان لوف
ما يشرك ميروسلاف كلوزا، وكان يلعب جودز احيانا في خط الهجوم، احيانا يلعب بمولر كان يلعب في خط الهجوم. بعد كذا بدا يغير من آراءه من بعض. هل كان الكل مقتنع ان هذه البدايه هي البدايه الصحيحه والمثاليه؟ فيليب لام كان بيبدا في الارتكاز وبعدين لعب في الظهير الايمن. تغيرت بعض الافكار او بعض الاراء مع امتداد البطوله. الخلاف هذا والاراء وتعددها موجود، وحتى لما فاز المانيا وتوج بكاس العالم بعد الفوز كان في ناس تتكلم على ان في ضعف في خط الدفاع. فهذه الاراء موجوده في كل مكان. ما نريد احنا نقول للناس لا، لا حد يعبر عن رايه، لا، من حق الناس انها تعبر عن رايها، لكن في النهايه لابد ان نعرف ان كره القدم هي هذه طبيعتها، في قناعات، وانت تحاسب على النتيجه ما تحاسب على القناعات. ما ممكن اليوم انا اقول لا المدرب هذا يقال لان ما اشرك فلان، لا، يقال لأنه ما حقق الهدف المطلوب منه، أو يستمر لأنه حقق الهدف، مش يستمر لأنه هو أشرك اللاعب اللي يعجبني، لا، يستمر لأنه حقق الهدف اللي مطلوب منه، ما يستمر لأنه عجز عن تحقيق الهدف المطلوب منه. والهدف لابد أن يكون واقعي وإحنا نقدر نحققه. نعم طبعا، هي مثل ما ذكرت كابتن في النهاية آراء وتحترم، وإحنا أكيد فاتحين لكم مستمعينا أنكم تعبروا عن آراءكم في البرنامج، وأكيد راح ناخذ تواصلكم معانا عبر رسالة 90456 والتغريدات عبر تويتر. ناخذ بعض التغريدات، ما خضينا تغريدات. تغريدة من أحمد أمبو سعيدي: مساء الخير سلوى، المنتخب في الشوط الأول لم يقدم مستوى المطلوب، في الشوط الثاني تغير مستوى منتخبنا وقدم كل شيء، للحكم حرمنا من الفوز. مشكور يا أحمد. وأيضا رسالة أو تغريدة عفوا من محمد البلوشي: شكرا لك يا محمد، مساك الله بالخير. أبو المر: حياك الله، شكرا على الصور اللي راسلها عن منتخبنا، صور جدا جميلة من مباراة أمس. على خاطر النجادي يتكلم طبعا عن مرعي العواجي حكم المباراة: لم يسلب الفوز من منتخبنا فحسب الأحبط تتوقع الأخطبوط. والله يا علي، احنا تكلمنا بشكل كبير عن التحكيم، فما حابين كثير نخوض في مسألة التحكيم، احنا نركز على مستوانا ونطلع ان شاء الله للقادم. محمد البلوشي: خط الدفاع بين علي وجابر، شكرا لك يا محمد، تكلمنا عن هذه النقطة. على خاطر نجادي: أداء المنتخب يدعو للتفاؤل، ونجيبه يعني نجيبه لو إن شاء الله. إن شاء الله يا علي، تحياتنا لك. فايز العلوي: أمسي عليكم بالخير، لاعبي المنتخب أدوا مباراة جيدة، لكن استغلال الفرص أمام المرمى الخصم كان بطيء جدا، نرجو التعويض أمام العراق، إن شاء الله يا فايز، تحياتنا لك. من أيضا: أتمنى تذكروا أسماءكم في نهاية التغريدة أصحاب الألقاب، لأني ما راح أذكر الألقاب على الهواء، شكرا. من يسعد مساكم: أمس المنتخب ما كان أداء مرضي، يمكن المنتخب الإماراتي كان بيسجل في شباكنا لولا تألق الأمين، بالتوفيق لمنتخبنا في المباراة الجاية، شكرا لك، أتمنى لو ذاكر اسمك في نهاية التغريدة. ومن سليمان أيضا: للأسف منتخبنا ما أدى، والمنتخب الإماراتي كان أفضل، ولولا براعة الحبسي اللي تلقينا 3 أهداف، والمدرب للأسف لم يوفق في اختيار المهاجمين. مشكور. بعض الرسائل على 90456، أحاول أقرأ بشكل سريع لأنه كثير من الرسائل وكثير من التغريدات. وعبدين يخبرنا أيضا كثير من الاتصالات حابين يشاركوا ويتكلموا عن مباراة منتخبنا مع المنتخب الإماراتي. مساء الخير، ومساء الخير للضيف الكريم معنا طبعا كابتن عبد العزيز الحبسي في الاستوديو. وإذا كان كذا حال كرتنا في الافتتاح كأس الخليج بهذا المستوى، كيف راح يكون مع البطل في القادم وهو العراق؟ من عدنان درجال المجيني، تحياتنا لك يا عدنان. وأيضا: اللاعبين كانوا متميزين، وأشكر اللاعبين وأتمنى لهم التوفيق، معاكم سالمة، تحياتنا لك يا سالمة. من نصر العجمي: التغيير سيء من المدرب، وتحياتنا لك يا نصر. اي تغيير اي تغيير فيهم تقصد، ولا كل التغييرات؟ احنا تكلمنا عن مساله التغييرات يا اخوي العجمي، شكرا لك. عبدنا ناخذ اتصالات. السلام عليكم، اتمنى لي يتكلم يحاول ايضا يتواصل. السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله سعد. مرحب، كيف حالك؟ أقولك كابتن سلوى، حياك الله سعد شندودي، شخبارك؟ الله يبارك فيك. طبعا أنا سعيد أني أتكلم وأكلم أيضا مدرب وأخو علي الحبسي. نعم. ونعبر عن وجهة نظرنا المتواضعة، ونتمنى أن الناس تسمع هذه وجهات نظر الجمهور، لأنه ينظر بنظرة أخرى أيضا. نعم، باختصار سعد تفضل. أنا باختصار أتكلم، المنتخب أول شيء بحاجة إلى خط هجوم أو شخص قناص،
من متى احنا نبحث عن القناص؟ لحد الان المدرب نوعا ما ما قادر يوجد القناص. لماذا؟ نسال انفسنا. هو الحين 4 سنوات مع المنتخب، وايضا التشكيله نوعا ما المدرب بعض الاحيان يعني ما يقدر يعمل توليفه جيده. هذه نقطه. منتخبنا في الشوط الاول مع مباراه الامارات كان في الشوط الاول نوعا ما مهزوز نوعا ما، لكن الشباب في الشوط الثاني اعتقد مش تكتيك مدرب، هم حسوا ادوا برجوله، ادوا باتقان. انا اتمنى لو نفس الشوط الثاني لو ادوه في جميع المباريات اعتقد سوف نخرج بنتيجه طيبه. نعم. المدرب له دور الحين في خط الدفاع، يجب ان يعني نبه الشباب عدم التباعد في الخطوط. يجب ان نلعب بخطين اثنين هجومين ويعرفوا كيف يستغل الفرص، لانه كاس الخليج السادس فرص. نعم. مش كذا اي فرصه انت تجدها وما تسجل ما تعطيك الفرصه الاخرى. احنا منتخبنا بحاجه الى قناص فرص. نعم. ايضا احيي اللي هو حارسنا الامين على الحبسي، كان رائع وفوق الرائع، والشباب الصغار ناشئين الأشبال. نعم. نتعلم، وايضا كاس الخليج نتعلم من هذا البطل. نعم. هذا 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 الرياضي البطل. نعم. تحياتنا لك يا سعد. شكرا لك يا سعد، شكرا، جزاك الله خير. ناخذ اتصال ثاني بشكل مختصر. رجاء مستمعينا، لانه كثير من الاتصالات اللي حابين يشاركوا معانا. مساء الخير، السلام عليكم، وتقصروا على صوت الراديو معاكم. مساء الخير، حياك الله. رحمة الله وبركاته. يا هلا الهنائي، كيف حالك؟ طيبة؟ تمام، شخبارك؟ الحمد لله. الهنائي بس ناسي الاسم. حمود. حمود، حياك الله يا حمود. تفضل. كذاب العزيز، كيف حالك؟ الحمد لله. حمود أخبارك؟ طيب، كيف صحتك؟ الحمد لله طيب، حياك الله. تفضل حمود باختصار. باختصار وبالعموم، أنا بس على أساس كلام كابتن عبد العزيز، أنا أقول ويش المطلوب من اللي يقول مثل ما هو قال، أهم شيء هل المدرب يعني سوى المطلوب منه. أنا أقول وش المطلوب من ليجون خلال هذه الفترة ككل. أنا ما مثل ما قال كابتن عبد العزيز، أنا ما يخفني، يدخل المسلمي، يدخل هان الضابط، يدخل الجلبوبي، يدخل حتى الطيب عبد النور، رجع معتزل الريال. أنا ترى لما قلت عبد النور لأنه كابتن قديم، يعني أتكلم عن كابتن، ما تقريبا منه كابتن، وفرحنا وصفقنا له ونوجه له تحية طبعا، نفرح. نعم. لكن أقصد على أساس أنه يجيب لاعب قديم، يعني نعم. ما تقليل. نعم. الأهم شيء أنه أبغى أشوف حاجة داخل الملعب. نعم. داخل المباراة. من بعد أنا ما أتكلم، لو أكون فاهم مثلا درس مدارس الكورة، انا الكابتن عبد العزيز، اي محلل ثاني، اي جمهور. نعم. لكن يعطيني نتيجه وانا اقول خياراته، ومن حقه يسوي اللي يناسبه. نعم. لكن لما المدرب ما نقول يخطئ، يشوف اخطاء، يشوف شيء ما الشيء اللي احنا نتوقعه، او الشيء اللي حابينه، او انه اصلا ما عارفين وش هو بغى يسوي بالضبط، هنا من حق اي واحد يتكلم وينتقده، ولازم الاتحاد ينظر في الموضوع. نعم. انا يعني مثل ما اقول، اتكلم مثل ما قال اخ شندولي، ترى كل مره لجون في اي مباراه عطى ربعنا الثقه، يعني عطى لاعبينا الثقه انهم قادرين يهجموا ويدافعوا. نعم. وانهم افضل من الغير، تحصلينه هو المنتخب اللي احنا نعرفه حقيقه. نعم. 17 18 19، لكن كل ما تمسك بالخطه الدفاعيه قتل الفريق. نعم. مشكور يا حمود، يعطيك العافية. حياك الله حمود، شكرا. حياك الله حمود. ناخذ اتصال 24698151 من خارج السلطنة، 0-9-6-8-2-4-6-9-8-2-1-8. وإحنا فاتحين لكم اليوم مستمعين، تعبروا عن اللي شفتوه في مباراة أمس، وجهة نظركم أكيد. مساء الخير. مساء النور، كيف الحال؟ طيبة. حياك الله الغريبي. مرحبا. نعم، عندي خليفة. كيف الحال؟ طيبة. الله يسلمك، شخبارك؟ كل عام وانت بخير ان شاء الله. وانت بخير. تفضل يا خليفة، باختصار شو تقول؟ والله قصر على الاختصار. احيي الحبسي وجنوده. نعم. طبعا ثبتوا وجودهم امس امام الخصم، واحيي الحبسي بالشجاعة اللي ظهر بها، واتمنى له ان شاء الله التوفيق وبرجوع الكاس الى ارض الوطن باذن الله تعالى. ان شاء الله. على الاداء الذي امس ادوه ان شاء الله باذن الله. في الشوط الثاني بالاخص، اتمنى له ان شاء الله كل التوفيق من قلبي، واتمنى الكاس عماني باذن الله واحد لحد. ان شاء الله. تحياتنا لك يا الغريبي، مشكور. حياكم الله. اتصال يا عبدين، مساء الخير. السلام عليكم. الو. هلا. هلا والله. من معانا؟ صالح الهندسي. حياك الله يا صالح.
اخباركم طيبين؟ راعي الميدان كنك. والله راعي الميدان تعب يا اخي، تروح وتجي نفس اليوم، تعبنا صراحه. لكن نشكر صراحه، نشكر هناك القائمين صراحه بالاتحاد العماني وجميع اللي قائمين هناك في السعوديه. وما بنسمع ميدان الليله لمنتخبنا؟ والله تبين ميدان حاضرين. يلا نحن مستعدين لأهل عمان، ونشكر وجه الجميع صراحة بالأداء. لكن مباراة افتتاح صراحة نشكرهم لأنهم قدموا مباراة صراحة روعة. نعم، وما نقول يعني كل الكل. والحمد لله رب العالمين، ونشكر نشكرهم ونشكر الأمين فوقهم بعد. طبعا الشكر للجميع، والشكر بعد لكم وكل الجماهير الوفية اللي تواجدت في الرياض، وحتى الجماهير الموجودة هنا. أكيد سويت طاحة الليوة هناك. يا سلام، هذه مالها للباطنة الليوة. أكيد مالها للباطنة، هي عندنا كلها. بس بنقول الشبيدان شوي على الطاير. يلا عشان ما نطول على عطنا المجتمع. عطنا الميدان على الطاير، ها نسمع. يقول لك حبك يا الأحمر رجح زاد في الميزان. في الميزان. حبك يا الأحمر زاد ورجح في الميزان، ويعجز على العمل على الحمل ميزاني. وغيرك يا الأحمر معي ما يساوي من، وغيرك يا الأحمر معي ما يساوي من، وحدك في الفواد غيرك من. ولو يزن الأحمر في الميزان، حبك يا منتخبنا زاد في ميزاني. يا سلام عليك يا صالح، إن شاء الله دائما هالحب موجود إن شاء الله، ويستاهل أكيد الوطن هذا الحب. أكيد نبضنا واحد إن شاء الله في الأيام الجاية إن شاء الله ميدان، وإن شاء الله راحين إن شاء الله عاد في النهاية. مشكلة ما شاعدنا إجازات، لكن إن شاء الله إذا وصلنا النهاية نوعدكم نروح وبنقدم أشياء كثيرة إن شاء الله. بنتواصل معاكم من أرض الحدث إن شاء الله. يا الهنداسي مشكور، تحياتنا لك ولكل الشباب. صوتنا رايح منك تشجيع. بارك الله فيك، الله يعطيك صحة والعافية. حياك الله يا صالح. الله خير، نشكر جميع المواطنين العمانيين اللي صراحة نبضهم واحد. شكرا لك يا صالح. ويكونوا لكن ينتقدوا على أشياء حلوة وبناء، لكن الحمد لله رب العالمين منتخبنا بخير والحمد لله. الحمد لله، مشكور يا الهنداسي، حياك الله. شكرا سلوى، شكرا. حياك الله، نرجع. حي الله بجراهي العمان، حاضرين العمانيين حاضرين. وهذا العمان ياكم. حياكم مستمعين، نتواصل معاكم للساعة 10. احنا معاكم يوميا في برنامج خليج 22 من الساعة 8 للساعة 10 الى اخر ايام خليج 22 اللي هو تاريخ 26 نوفمبر. وان شاء الله نتمنى لكم دروب السلامة وين ما كنتوا، وخلوا بالكم في الطريق. كابتن عبد العزيز حياك الله معانا، اكيد موجود معانا في الاستوديو. يعني اغلب الكلام اللي ذكر من المتصلين احنا تكلمنا عنه، لكن نروح لسؤال حمود الهنا اللي يتكلم ايش المطلوب من لقوان في هذه الفتره. سؤال طبعا يحدد هو الاتحاد العماني لكره القدم، يقول لي يحدد، المفروض يكون في قراءه للوضع الكروي. يعني لابد قراءة للوضع، انت ايش اللي عندك، ايش الامكانيات المتاحة امامك. ودائما في كرة القدم دائما تقارن نفسك بمنافسين، ما تقارن نفسك بنفسك. هذا انا اشعر ان احنا دائما نقارن انفسنا بانفسنا. يعني نجي نقارن هذا المنتخب بالمنتخب اللي كان موجود في خليج 17 و18 و19. خليج 17 18 19 كان نوعية اللاعب اللي متوفر، خبرات اللاعبين اللي كانت موجودة. يمكن في خليج 17 لو اعتبرناه استثناء كانت قبل احتراف اللاعبين وقبل انتقالهم، بس كان تقريبا علي الحبسي، وكان في بداية احتراف لعماد الحوسني وبدر الميمن وخليفة عائل، كانوا في الرياض، في نادي الرياض، نادي الرياض السعودي. اليوم الوضع مختلف عن خليج 17 و18، صار الفريق كله محترف. لما جينا نفوز بكاس الخليج كان الفريق بالكامل فريق محترف، لدرجة ان معنا بعض الناس اللي كانوا محترفين خارج
يعني خارج السلطنة كانوا في دقة الاحتياط، يعني من الأمثلة سلطان الطوقي كان محترف خارج، كان لعب في القادسية وفي السالمية الكويتية، نعم. وكان موجود في دقة الاحتياط، كان هاشم صالح موجود في دقة الاحتياط. فكان الفريق في خليج 19 كان الاستثناء حسن ربيع، البقية موجودين. الفريق هذا يعني كانت خبرات كبيرة وثقة بنفس كبيرة بحكم الخبرات هذه وكثرة التجارب. بعض أفراد الفريق بدوا من خليج 15 على سبيل المثال، فوزي بشير، محمد ربيع، علي الحبسي. صحيح. فإحنا لما كانت في الرياض، لما وخليفة عايل معهم، كانوا كل هذه مع كابتن رشيد جابر. لما نشوف متى حققوا الإنجاز، حققوا في خليج 19، يعني 16-17 في البطولة الخامسة اللي اشتركوا فيها. نعم. تم تحقيق الإنجاز في البطولة الخامسة. في المقابل جابر العويسي يشترك كأساسي للمرة الأولى في 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 في, في بطولة خليجية. نعم. على سبيل المثال عندنا محمد السيابي في للمرة الأولى، حتى قاسم سعيد هذه المرة الأولى بالنسبة له في بطولة خليجية. في فارق خبرات، فإحنا ما نجي بس نقارن أنفسنا بأنفسنا، نشوف المنافسين ومستواهم وين وين هم اليوم مقارنة بالفترة الماضية. هل المنتخب الإماراتي الآن مثل المنتخب اللي كان موجود؟ هل منتخب العراق الآن هو نفس منتخب العراق اللي كان موجود في الفترة الماضية؟ في منافسين، لابد أن نقرأ الوضع. المطلوب دائما، المطلوب من أي مدرب أن يحسن مستوى الفريق، ان هذا الفريق يحسن مستوى اللاعبين. نعم. وينحط له اهداف حسب القراءه، احيانا حتى انت قراءتك تكون غلط. يعني اللي اطلبه للتشبيه، اللي اطلبه من منتخب المانيا لما يلعب كاس عالم، او منتخب البرازيل، او منتخب ايطاليا، او ما هو نفس اللي اطلبه من منتخب مثل كوستاريكا. كوستاريكا وصل دور الثمانيه. نعم. كان انجاز كبير بالنسبه لهم. في المقابل منتخب هولندا خرج من دور ثالث العالم، ولكن هو حقق أفضل من كذا. فدائما الطلب وفق للإمكانيات، وفق للقدرات، مش الطلب وفق للأحلام. في فرق كبير بين أنك أنت تتمنى الكل، حتى المنتخب اليمني مع كل الاحترام والتقدير له، رغم أنه ما حقق أي فوز، يأمل وفي حلم أن نحقق البطولة، لكن هل هو اليوم جاهز لتحقيق البطولة؟ خلينا نسأل، يمكن هذا السؤال لو وجه لآخرين غيرنا، احنا عاطفي. كل السعودي يعتقد أن يحقق، لازم يحقق البطولة. نعم. والإماراتي يعتقد أن لا. خلينا نسأل الآخرين، الدول الخليج الأخرى، المحللين، النقاد. يمكن أنت تحت الهوى ذكرتي أن خالد سلمان قال 10 على 10. صحيح. لاعب سابق يملك ذكر هذا الكلام، ومحلل قال 10 على 10. لكن كثير من العمانيين ما يعطوا المنتخب 2 من 10. صحيح. فأنت دائما حكمك عن نفسك ما يكون كامل. خلينا نسأل الآخرين، خلينا نتابع كل وسائل الإعلام، كم ناقد وكم محلل وكم متخصص يرشح المنتخب العماني أن يفوز بالبطولة؟ سؤال مهم، لازم نسمع إجابته. كم ناقد ومحلل ويعتقد أن المنتخب العماني في حالة عدم تحقيق للبطولة هو فاشل؟ لازم نسمع رأي الآخرين. ليش نسمع رأي أنفسنا؟ ليش نسمع صوتنا بس؟ ليش ما نسمع صوت الآخرين؟ مهم جدا. سؤال حمود مهم، وإجابته أهم. هل إحنا اليوم بالإمكانيات المتاحة على مستوى اللاعبين، على مستوى الاستقرار، على مستوى المدرب، على مستوى المسابقات، على جميع المستويات اللي تأثر في النهاية وتعطيك الفريق؟ الفريق ما يبنى فقط ب 23 لاعب. نعم. وما يبنى فقط بمدرب، ولا فقط بإدارة، ولا فقط بجماهير، ولا فقط بإعلام. كل المنظومة نجي نقيم ونقول اليوم احنا لابد ان نكون رقم واحد. نعم. ويجيك هذا الشعور انك انت لابد انك تكون رقم. صحيح. واحد، هنا تقول عدم تحقيق للبطولة هو فشل. ولكن إذا أنت مقتنع أنك أنت مش الرقم واحد في إمكانيات اللاعبين، وفي ظروف الإعداد، وفي ظروف المسابقات اللي أنت تملكها، ما مفروض أنك تطالب وتقول غير الرقم واحد هو فشل. أنا هذه وجهة نظري، ممكن ما تعجب الكثير، لكن لابد أن نسمع. وحتى الثانيين لما يجي يقيمونا في تابعت مباراة السعودية وقطر بصوت المعلق المتميز اللي يعجبني كثير، أنا أحمد الطيب، ما حط أبدا المنتخب العماني في مستوى الترشيح إطلاقا. وأحمد الطيب موجود في منطقة الخليج يمكن أكثر من 10 سنوات. نعم. وهو كان موجود في خليج 19. ليش هذه القراءة وليش إحنا مش مرشحين؟ هل نملك أندية ولاعبين يلعبوا في دوري أبطال آسيا؟
احنا كنا نملك خليفة عايل ومحمد ربيع كانوا في السد القطري، كان عماد فترة من الفترات كان نجم النادي الاهلي السعودي لما لعب نهائي دوري ابطال اسيا، فوزي بشير كان نجم في نادي القادسية والغرافة، احمد حديد كان نجم نادي اتحاد جدة لما تو في البطولات المحلية والخارجية. اليوم من هو اللاعب النجم؟ من هو اللاعب النجم اللي يحمل المنتخب؟ الاستثناء الوحيد علي الحبسي. احمد حتى احمد كان اللي هو لاعب الخبره واللاعب المتمكن واللي احنا نشيد فيه ونفتخر فيه. اليوم نعم. احمد حديد مش في افضل مستوياته، ما هو احمد حديد اللي كان موجود قبل. انا اتصور التقييم لابد انه ينظر لكل هذه الجوانب. نعم. ما نكتفي بس نقول احنا نريد واحنا كنا نريد. انا اتمنى كعماني اني اكون بطل، والمطلوب ان الفريق حتى العمل مرتبط بعوامل اخرى طبعا. كان الدوري القطري والدوري السعودي كان يستقطب اللاعبين، وكان في فرصه كبيره قبل ما يبدا اللاعب الكوري واللاعب الاسترالي واللاعب يجي. اليوم حتى المنتخب البحريني، احنا في خليج 17 في الدور قبل النهائي تفوقنا على المنتخب البحريني، صحيح. خليج 18 في الدور قبل النهائي تفوقنا على المنتخب البحريني. نعم. هل اليوم المنتخب البحريني اللي كان يملك محمد سالمين وبقيه الاسماء على حبيل ومحمد حبيل والاسماء هذه، هل هو نفس القوه اليوم؟ لا. هل عند نفس عدد المحترفين اليوم؟ لا. او حتى هل التقصير فقط من الاتحاد البحريني ومدرب منتخب البحرين، او الارتباط بظروف اخرى؟ دولة قطر والدولة القطرية تحديدا لما فتح مجال الاحتراف للجميع وكان ياخذ يمكن كل فريق اثنين خليجيين ويعاملوا معاملة المواطن، استفدنا احنا والمنتخب البحريني بشكل كبير. والمنتخب البحريني وصل لمرحلة انه موجود في ملحق التأهل لكأس العالم. نعم. ومباراة ضد ترنيدات كنا نتذكر. نعم. وين اليوم المنتخب البحريني؟ في ظروف وعوامل كثيرة. نعم. تتحكم بهذا الجانب. نعم. ما نريد احنا نقول لا احنا مش قادرين، لا احنا نقدر وعلينا ان نجتهد وعلينا ان نحاول إن شاء الله. ولكن تقييمنا للمنتخب لابد ان يستند على كل هذه الاسس. نعم. احنا راح نتكلم ايضا عن مباراة جدا مهمة، مباراة المنتخب البحريني مع المنتخب السعودي اللي راح تكون بكرة. هذه المباراة مستمعين راح تكون الساعة 9:15 يعني في توقيت برنامجنا. طبعا هذه المباراة راح تكون بكرة إن شاء الله الساعة 9:15 بتوقيت السلطنة. احنا حابين نتكلم أيضا عن هذه المباراة لأنها مباراة أيضا جدا مهمة مع بداية أيضا الجولة الثانية بكرة اللي راح يفتتحها المنتخب اليمني مع المنتخب القطري. المنتخب اليمني اللي خسر من المنتخب البحرين، والمنتخب القطري عند نقطة من تعادل مع المنتخب السعودي. المنتخب السعودي اللي راح يلعب مع المنتخب البحريني، طبعا السعودية عندها نقطة والمنتخب البحريني ولا عنده أيضا نقطة تعادل، عفوا المنتخب اليمني عنده نقطة على اعتبار تعادل مع المنتخب البحريني 0-0، والمنتخب السعودي والقطري أيضا تعادلوا 1-1. فهذه مجموعة التعادلات، المجموعة الأولى بكرة راح ترجع تلعب، وكثير يمكن من الأوراق بكرة راح تنكشف للأربع المنتخبات هذه على اعتبار الجولة الثانية، تقدر تقرأ المنتخبات أيضا بشكل أقرب بخلاف الجولة الأولى. نرجع لكم مستمعينا، وحابين أيضا نطلعكم على صحافة إيش كتبت اليوم عن بعض المباريات اللي كانت أمس، خاصة مباراة منتخبنا طبعا على جريدة عمان اليوم بعنوان استياء كبير في أروقة البعثة والقرارات التحكيمية تسرق الفوز. وعلى جريدة الاتحاد الإماراتية كتبت جريدة الاتحاد الإماراتية نقطة من الجار في بداية المشوار. جريدة الوطن القطرية بالتحديد على الملحق الرياضي كتبت الإمارات تفشل في عبور عمان والكويت تحقق أول 3 نقاط أمام العراق. وعلى جريدة الأنباء الكويتية طبعا بعنوان بالخط العريض الأزرق خلصها.
هذه أبرز العناوين مستمعين اللي تكلمت عن طبعا مباراة منتخبنا ومباراة أيضا المنتخب الكويتي مع المنتخب العراقي. احنا حابين نتكلم ايضا مستمعينا معاكم ايضا على الهواء. طبعا احنا نتكلم عن منتخبنا ولكن ما ننسى ان نتكلم عن المباراة المهمة بكرة لصاحب الارض والجمهور المنتخب السعودي مع المنتخب البحريني اليوم في المؤتمر الصحفي للمنتخب. مدرب المنتخب السعودي لوبيز كارو قال سندخل المباراة من اجل الفوز لوضع قدم في نصف النهائي وبكل تأكيد لن تنتظرنا مباراة سهلة. وقال أيضا أن لاعبي الأخضر مدركين تماما حجم المسؤولية التي تقع على عاتقهم وواثق بهم بأنهم سيقدمون مستوى مميز. في المقابل مدرب المنتخب البحريني عدنان حمد قال أن الفوز على السعودية سيمنحنا نقاط التأهل إلى المراحل المتقدمة بكل جدارة لأنه منتخب قوي والمرشح الأول للبطولة. عدنان حمد أيضا قال اليوم في المؤتمر الصحفي بأن منتخب البحرين سيدخل بدون ضغوط خصوصا وأن لدينا استراتيجية بناء منتخب وجيل لأعوام قادمة. نقترب معاكم مستمعينا من تفاصيل هذه المباراة اللي راح تكون إن شاء الله بكرة الساعة 9:15 بتوقيت السلطنة 8:15 بتوقيت الرياض. معنا مباشرة من مملكة البحرين الكابتن جاسم الكمالي مساعد مدرب المنتخب البحريني سابقا. كابتن جاسم مساء الخير حياك الله معنا. مساء النور وحياكم الله وحييكم برنامج الناجح، أتمنى لكم توفيق دائما. الله يسلمك يا كابتن. معنا في الاستوديو الكابتن عبد العزيز الحبسي. ونعم مساء الخير كابتن. هلا والله كيف الحال؟ الحمد لله طيب. شو اخبارك؟ تمنى البحرين. الله يحييك. الله يحييك بصدق. كابتن بكرة المنتخب البحريني ايش راح يسوي مع صاحب الأرض والجمهور؟ عندكم نقطة من تعادل سلبي مع اليمن. والله انت يمكن قبل يومين لما تكلمت وسألتني عن المنتخب مباراة الأولى قلت لك انها المباراة الأولى امام اليمن مباراة مهمة. نعم. انا ادري أهمية اذا في المباراة الأولى افتتاح تاخذين 3 نقاط بيكون وضعك افضل في المباراة القادمة. احنا عارفين الجدول ان المباراة الثانية امام منتخب السعودية صاحب الأرض والجمهور ومباراة ثالثة امام منتخب قطر بعد فريق منافس ينافس على البطولة ومحقق بطولة في السابق. نعم. بالنسبة لمنتخبنا بداية انا من الناس ما اقول انا كنت يعني متفائل جدا ولا كنت متشائم، ان الواقعية كانت تفرض بالنسبة لعندي حسب تصوري ان فريق ومدرب جديد بالنسبة للمنتخب ما اخذ وقت الكافي انه يعد المنتخب بصورة صحيحة، ما دخل معه بطولات، مجرد 5 مباريات ودية وتكلمت عن هذه النقطة، فصعب انه هو حتى يكتشف مستوى اللاعبين وامكانياتهم تحقق. نعم. مثل بطولة كأس الخليج. نعم. مباراة بكرة بتكون مباراة صعب خاصة امام مباراة اولى منتخبنا ما قدم الشيء المطلوب من منتخب اليمن، وكان منتخب اليمن شوي يعني مثل ما اقول كان مبادرتهم اكثر، كان بامكانهم حتى يحققوا الفوز على منتخب البحرين. مباراة بكرة بتكون مباراة صعبة لمنتخبنا خاصة ان المنتخب السعودي بعد نفس الشيء تحت ضغط ما قدمه مباراة الاولى، كثير من الانتقادات على المدرب على بعض اللاعبين مثل المنتخب السعوديه. نعم. بس لكن بالنسبه لهم صاحب الارض الجمهور اكيد بكره انا متاكد يمكن المباراه الاولى منتخب السعوديه ما كان في جمهور، بس في مباراه بكره راح يكون في جمهور يساند المنتخب امام منتخب البحرين. نعم. كابتن المستوى اللي ظهر فيه المنتخب البحريني امام المنتخب اليمني اليمن. نعم نوعا ما كان كثير مرضي للجماهير البحرينيه، وكانت الجماهير البحرينية تأمل أنه تحقق على الأقل الفوز يعني مع احترام المنتخب اليمني، ولكن كانت الجماهير البحرينية يعني تمني النفس بالفوز أمام المنتخب اليمني، لكن المنتخب اليمني ظهر بمستوى جدا جميل في المباراة. أكيد هم كان المنتخب اليمني كان ضغوطات عليه أقل، احنا نعرف هذه البطولة بطولة الضغوطات على الفرق. احنا منتخب البحرين يمكن حاليا عايشين يمكن البعض آمال وأحلام السابق منتخب اللي كان في 2004 في 2003 كأس الخليج كان بالكويت 2004 و2007 البطولات اللي كان الفريق ينافس الفترة الذهبية بالنسبة للمنتخب البحريني في آخر 10 سنوات. نعم. حاليا أعرف أن الفريق في كثير من التغييرات في تشكيل الفريق، أصحاب الخبرة تقريبا كلهم راحوا، يعني في آخر مباراة الناس اللي كانوا موجودين يعني من قبل أصحاب الخبرة يعني مثل ما هو كان حسين بابا ومحمد حسين كابتن الفريق. نعم. الباقي يمكن شاركوا في بطولات الخليج بطولة أو بطولتين بس ما عندهم مباريات يعني مثل ما تقول بطولات كثيرة عشان يكون يتحمل هالضغوطات، وبعضهم بعض اللاعبين أول مرة ممكن يشارك مع المنتخب فصعب. يعني إحنا أنا كتجربتي كمساعد مدرب أو كنت كلاعب أنا الفريق كان يستعد من بطولات بطولة وراء بطولة وكان يكون في قمة جاهزيته وندخل بطولة كأس الخليج وبعد ما كنا نحقق البطولة. فما بالك أن الفريق مجرد 5 مباريات تغيير جهاز الفني وفترة توقف طويلة، الدوري
التمرير ما يعد اللاعب الصورة الصحيحة. صحيح. الأمور تكون صعبة ما تكون أمور سهلة. نعم، يعني عدنان حمد مدرب المنتخب البحريني معذور. نعم أكيد معذور لأنه تو جديد ماسك المنتخب البحريني. هو مشكلة خطأنا، يعني ما أحب أن أنتقد، لكن أعتقد أن الأخوان في اتحاد الكرة ما تعملوا صحيح. يعني هما وضع المدرب السابق هيدسون كان واضح أنه ما كان في ثقة في هيدسون، والدليل أنه هو صحيح هو تعامل كاحترافية وترك المنتخب في أول أرض حصل، لا يمكن هو شيء مو صحيح. يعني نقول يعني كان مدرب يعني محملين مسؤولية، خاصة هو يحلم كان مدرب عمره 35 سنة، يعني مدرب صغير أقل من 5 سنة، كان عمره 32-33 سنة مسلمين منتخب الأول منتخب البحرين. يعني تعرف منتخب البحرين حلم لأي مدرب أن يمسكه في الفترة الأخيرة. صحيح. خذ هالفرصة، حصل فرصة يمسك، لكن حصل أرض أفضل. هني كان بالنسبة له كتعامل كمدرب حسب الأرض حسب العقد حسب الأمور اللي قدامه. يعني فكان مفترض المنتخب يعني في اتحاد الكرة إذا هم عندهم ثقة في المدرب راح يجددون عقده، لأنه طلبة كان يحتاج أنه يضمن مستقبله كمدرب. نعم. الإخوان في اتحاد الكرة كان واضح أنه ما في ثقة، ما بعد بطولة آسيا وبعد بطولة الخليج ممكن يستغنون عنه، هو راح لهذا، فمعناته أن المنتخب كان بأي طريقة تدار، يعني ما طريقة صحيحة يعني. نعم. وهذا السبب يعني. كابتن جاسم، بس إحنا يعني من خلال متابعة للمنتخب البحريني. أنا بطول صوتك شوي. علي صوتك شوي ما نسمعك. علي صوتك شوي. علي أكثر من كذا. أوكي يعني كويس، يلا الله يخليك. من خلال متابعة ما نجد نفس الأسماء، يعني قوة الأسماء الأيام ما كان سيدكا موجود وستريشكو موجود على سبيل المثال، أسماء اللاعبين نوعية اللاعب اللي موجود كانت أقوى، إيش اللي تغير؟ أكيد شوف المجموعة اللي كانت موجودة في السابق كانوا تقريبا مجموعة متجانسة ومرتفعين، كانوا مع بعض لاعبين فترة طويلة معهم في منتخب الشباب في منتخب الأولمبي، عرفت شلون؟ تعرف هالأمور الاستمرارية فترة طويلة مع بعض، هم مع بعض يعني مرتفعين، فيكون يخلق منتخب متجانس. وكذلك نفس الاستقرار الفني كان، يعني أيام ستكة كان تقريبا استقرار فني، كنا يعني كنا داخلين في تصفيات كأس العالم وشاركنا في بطولة خليج 15 في السعودية في الرياض في سنة 2001، كنا داخلين في تصفيات كأس العالم بطولة كبيرة، يعني تصفيات مباريات قوية، كان جاهز وبعد ما قدرنا نحقق شيء. في 2003 في مع ستريشكو منتخب كان يشارك في تصفيات كأس آسيا ولعب مباريات رايح مع عسكرات، مع ذلك خسرنا في آخر لحظة وفارق نصر وحققنا مركز الثاني. فحاليا الفريق كله تغير، يعني كل بين فتره قاعد يتغير مجموعه، فما في التجانس القوي. وبعدين ما هم لاعبين نفس القوه اللي كانوا موجودين في السابق، يعني مع احترامي الموجودين حاليا مجموعه تجتهد وقاعد يعني تبذل كل جهدها، لكن اجتهاد اكثر شيء. نعم. كابتن ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق باذن الله في مباراه بكره. الله يعين عدنان حمد على الجمهور. مع انه طبعا مباراه بكره اتوقع مباراه تكون صعبه، هو مباراه بكره اذا هو اكيد انا اتوقع سيناريو المباراه ان منتخب البحرين راح يدافع دفاع منطقه قوي. نعم. يعتمد على الهجمات المرتده انه يخطف هدف، لانه حتى التعادل اعتقد ممكن نخلي يعني شيء مفتوح لاخر شيء، يعني مجال مفتوح لاخر مباراه مع منتخب قطر. نعم. خساره بكره لاي منتخب اعتقد صعب اموره انه يتاهل لدور ثاني، لكن يحتاج انه بكره في مباراه بكره انه ما يكون في اخطاء في الخط الخلفي حتى ممكن بامكان المنتخب انه يفوز في مباراه بكره. ان شاء الله كل التوفيق للمنتخبين. ان شاء الله احنا اهم شيء احنا محايدين كابتن، بنشوف مستوى فني جميل في هذه المباراه. ان شاء الله نتمنى نشوف اهداف، نشوف مستوى فني للحين، يعني الاربع مباريات للبطوله للحين ممكن مباراه منتخب الكويت العراق شويه كان في يعني تضيع فرص في جانبين شويه، لكن يحتاج مستوى فني. مباراه الامارات منتخب عمان مباراه بعد معقوله كان لكن بدون اهداف. صحيح. لازم نحتاج نبي نشوف مباراه يكون في تنافس، فريق يسجل فريق يدافع فريق يهاجم انه يعوض. نعم. نشوف كره، مو ان كل فريق متحفظ، كلها فرق كلها متحفظه في دور الدفاع، يعني صعب نشوف، نبي نشوف بطولات اهداف شويه ان شاء الله باذن الله. هذا اللي نتمنى ان شاء الله في المباريات الجايه، ومع ايضا بدايه الجوله الثانيه اللي خليج 22. شكرا لوجودك معنا كابتن جاسم الكمالي مساعد مدرب المنتخب البحريني سابقا. حاضرين، وكل التوفيق لكم، اتمنى لكم برنامج. واخوي عبد العزيز اتمنى لك التوفيق، ان شاء الله نشوفه من زمان ما شفناه، يعني اتمنى لكم التوفيق لمنتخب عمان ان شاء الله. حياك الله يا كابتن، شكرا جزيلا على تواصلك الدائم معنا. شكرا كابتن. حاضرين. جاسم يعطيك العافيه. عافيكم. نتواصل معاكم مستمعينا. بحريني بحريني يا حفاظك ربي.
بس زعلوا علينا السعوديين يا عابدين، بتحط لهم شيء لازم عاد. حياكم مستمعينا، تواصل معاكم في الدقائق التسعة الأخيرة من برنامج خليج 22. احنا معاكم مستمعينا يوميا، بدأنا معاكم من تاريخ 9 من هذا الشهر ومستمرين معاكم إلى تاريخ 26 إن شاء الله من هذا الشهر لنهاية خليج 22، وعلى أمل إنه إن شاء الله منتخبنا بإذن الله يواصل بإذن الله مشواره ونتائج الإيجابية إن شاء الله في خليج 22. بشكل سريع ناخذ بعض الرسائل على 9456 والتغريدات عبر تويتر على صفحة البرنامج بعنوان برنامج خليج 22. مساء الخير، هل في رأيكم استدعاء حسن ربيع بيكون أفضل من هاني محمد البلوشي؟ طبعا هذا ما وقت استدعاء يا أخوي محمد، لأنه خلاص ربيع مصاب، ما زال مصاب، هو مصاب، ونفس الوقت أنه صعب أنه الحين تستدعي طبعا، لأنه تم اعتماد القوائم النهائية للمشاركة في خليج 22. ايضا السلام عليكم شباب المنتخب، ما قصروا، المباراه روعه. ومن ناصر المنعي، شكرا لك يا ناصر، باذن الله البطوله عمانيه وانا متفائل بالشباب والكاس هديه لصاحب الجلاله، امين يا رب. من بوساره، مشكور يا بوساره، يسعد مساكم، مباراه كانت ممتازه وغير متوقعه من شباب منتخبنا، ويتمنى التوفيق ان شاء الله في القادم. ابو ايرم الهطالي، تحياتنا لك. نصر العجمي، التغيير سيء، شكرا لك يا أخوي نصر، تكلمنا عن تغييرات اللقوين. سعيد الوهبي، نفس الشيء، تكلم عن مسألة التغييرات، شكرا لك يا سعيد، تكلمنا عن هذا الموضوع. نفس الشيء أغلب الرسائل عن التغييرات اللي أجراها اللقوين أمس. أبو عبد العزيز، ماذا تقول عن أنانية رائد في أكثر من كرة حاسمة؟ يقصد رائد سعيد، يسألك كابتن رائد إبراهيم، رائد إبراهيم عفوا. ما أعتقد أنه كان في أنانية في الموضوع، ما شفت أنه في أنانية في الموضوع، وجهة نظر، بس أنا ما شفت أي أنانية من رائد، ورائد كان مبدع في مباراة أمس. شكرا لك يا أخوي عبد العزيز، عموما هي أبو عبد العزيز، هي وجهة نظر. أبو رعد، يا أهلا فيكم، شكرا لك يا ابو رعد، حياك الله، منتخبنا بيشيل الكاس، وتذكروا كلامي خاطر العدوبي، مشكور يا خاطر، ومساء الخير، مع احترامي هاني الضابط، لاعب كبير في السن بس المفروض ما يلعب، مشكور يا صاحب الرسالة، اتمنى لو ذاكر اسمك، هي تبقى خيارات مدرب، وشكرا على تواصلك. وبندر البلوشي، الله يحفظك الامين، نجم منتخبنا، ومشكور يا الحبسي. وايضا المهري، تحياتنا لك. وابو احمد، مساء الخير، عندي حل هجوم منتخبنا، في لعب، احنا الحين ما وقت الاختيارات يا اخوي، شكرا جزيلا لك. طبعا تم اختيار القائمه، وبالتالي الجود بالموجود، كل الشباب فيهم الخير والبركه ان شاء الله. ناخذ بشكل سريع بعض التغريدات عبر تويتر، منتخبنا كان الاجدر بتحقيق 3 نقاط، لكن قدر الله وما شاء فعل، علينا التفكير والتركيز في المباراه القادمه امام الكويت. من هيثم، مشكور يا هيثم، وتحياتنا لك يا جاسم، منتخبنا كان في الشوط الثاني 200 200 200، بس المفروض ما يسحب قاسم سعيد. تكلمنا عن مسألة التغييرات، مشكور. أحاول ما أكرر يعني بعض الرسائل والتغريدات، لأنه نفس الكلام أغلبها عفوا من جمعة. كابتن عبد العزيز الحبسي، كلامه منطقي وتحليل رائع، أتمنى الناس اللي يثير بلبلة. شكرا عموما لوجودك معنا. وفي سؤال ايضا، او انه واحد ذاكر، ليش تجيبوا ضيوف متعلقين بالاتحاد العماني لكرة القدم؟ اول شيء يا اخوي العزيز، احنا ضيوفنا في الاستوديو كلهم لهم الاحترام والتقدير، ومسألة انه شخص له علاقة باتحاد كرة القدم ومن عدمه، هذا الشيء احنا ما ناخذه في الحسبان. احنا كابتن عبد العزيز جبناه هنا كمحلل فني في البرنامج، ومسألة أنه هو له علاقة باتحاد كرة القدم، كونه طبعا مساعد مدرب منتخبنا للشباب، هذا ما له علاقة بالموضوع، فإحنا جابينه هنا على اعتبار أنه هو محلل فني فقط لا غير. شكل اتحاد كرة القدم متهم،
أنا مش محامي عن اتحاد كرة القدم. هو يفكر أنك المحامي يعني. اتحاد كرة القدم. والموضوع ما له علاقة. عفواً أنا بس هذا سؤال جميل أنا بالعكس أريد أتكلم فيه. إحنا نتكلم على وصف شيء فني حدث في 90 دقيقة. ما له علاقة باتحاد كرة القدم. هذا الأمر يرتبط بالأداء اللاعبين. يرتبط بخيارات المدرب. أنا بالعكس على فكرة في أنا أتصور أنه حتى اتحاد كرة القدم يكون سعيد جدا لو إحنا هجمنا المدرب لأن نخفف عليهم الضغط. يعني يكون الضغط مش على الإداريين يكون على المدرب. إحنا نتكلم بشكل يرضينا إحنا. يرضي أمانتنا. إحنا يعني كنا موجودين ونكلم الناس من 8-9 سنوات إحنا موجودين صحيح. في هذا الجانب. فلا بد أن نكون صادقين معهم. لا بد أن نكون مخلصين وأمينين معهم. ما يهمنا اتحاد كرة القدم. اتحاد كرة القدم اليوم متعاقد معي سنة سنتين بكرة بيستغني عني 100%. ما بستمر أنا في اتحاد كرة القدم على طول. ولكن أنا أنتمي للبلد. أنتمي للمنتخب العماني مثل ما هو ينتمي له. لا بد أن أكون صادق في كل كلمة أقولها. مش هم الوحيدين اللي مثل هذا المرسل. مش هو الوحيد عماني ولا هو الوحيد اللي ينتمي للبلد. أكيد. إحنا ننتمي لهذا البلد طبعا. وفي النهاية إحنا على فكرة حتى في هذا البرنامج إحنا ما يهمنا اتحاد كرة قدم أو يهمنا شخص بعينه. إحنا يهمنا هنا نقدم شيء للمستمع ويرضي في النهاية أيضا المتلقي أنتوا طبعا كمستمعين. وإحنا نطرح على فكرة كل الآراء الموجودة لو تلاحظوا هنا في عبر الرسائل والتغريدات وأيضا الاتصالات وأيضا مسألة التحليل الفني. هذه مسألة جدا مهمة. الواحد طبعا يقول ما يرضي على ضميره أنه أنا شفت شيء معين كمحلل مثلا. فطبعا أذكر هذا الشيء للمستمع أو حتى للمشاهد. عموما شكرا لكم اللي يرسلوا حاليا. والله احنا في الوقت الاخير لبرنامجنا للاسف الشديد انه من الصعب جدا اقرا كل الرسائل والتغريدات. اشكر كل من تواصل وتفاعل معانا. قبل الختام احنا طبعا نتمنى كل التوفيق بكره ان شاء الله لحكم حكمنا ان شاء الله العماني يعقوب عبد الباقي راح يظهر لاول ظهور في مباراه المنتخب القطري كحكم ساحه. طبعا بكره راح يكون ان شاء الله يدير مباراة المنتخب القطري مع المنتخب اليمني. هذه المباراة راح تكون الساعة 6:45 بتوقيت السلطنة. لا إن شاء الله ما في أخطاء بإذن الله. خليك متفائل يا عابدين. خطأ جزء من اللعبة لكن نتمنى أن أخطاء يعقوب تكون قليلة جدا. لا بد أن راح يخطئ لكن نتمنى أن أخطاء تكون قليلة جدا وغير مؤثرة. وإن شاء الله يعقوب عودنا أن أداءاته تكون متميزة وإن شاء الله يستمر على كذا إن شاء الله بإذن الله. نتمنى التوفيق لكل حكامنا المشاركين بإذن الله. عقبال حكمنا أيمن الحبسي. على فكرة إحنا عندنا مخرج هنا هو حكم توا جديد بادي أيمن الحبسي موجود معانا. الله يوفقك يا أيمن. الحين كم 3 شهور؟ سنة؟ يا سلام سنة. خلاص داخل في الجو عيلي يا أيمن. إن شاء الله بنحضر لك مباراة في يوم الأيام وبنشوف الأخطاء. تحياتنا لك يا أيمن. عموما إحنا كان مفترض نتكلم عن مباراة المنتخب اليمني والقطري بس للأسف ما صار عندنا وقت. وكثير أيضا من الفقرات اللي ما مدانا الوقت ناخذها. بس بشكل سريع كابتن عبد العزيز توقعاتك بكرة لمباراة المنتخب القطري واليمني. الفريق اليمني يعني قدم صورة جيدة في المباراة الأولى وكرته كانت جميلة بس ما كانت فعالة. الفريق القطري لا فريق متمكن في الجوانب الدفاعية متمكن في الجوانب الهجومية متمكن. فريق واثق. أتوقع الفريق القطري أقرب بكثير لنتيجة المباراة. ما أريد نستبق الأحداث ولكن كل المؤشرات تقول أن الفريق القطري أفضل. نعم نتمنى إن شاء الله نشوف إحنا مستوى فني جميل بكرة في الجولة الثانية إن شاء الله للمجموعة الأولى. أذكركم مستمعينا بمباريات بكرة المنتخب القطري مع المنتخب اليمني الساعة 6:45 دقيقة بتوقيت السلطنة. إحنا راح نتابع معكم هذه المباراة. هي راح تبدأ قبل برنامجنا. إحنا نبدأ الساعة 8 راح يكون الشوط الثاني وراح نعطيكم نتيجة المباراة وراح أيضا نعطيكم أول بأول إيش اللي راح يصير في المباراة. وأيضا راح نتابع معكم المباراة الثانية اللي راح تجمع المنتخب السعودي مع المنتخب البحريني راح تبدأ أيضا في وقت برنامجنا الساعة 9:15 وراح نتابع الشوط الأول طبعا. بعد كذا أنتوا تابعوا الشوط الثاني لأنه راح يبدأ 10:15 الشوط الثاني. ونتمنى إن شاء الله التوفيق بإذن الله لمنتخبنا. بكرة أيضا راح نتكلم عن مباراة منتخبنا الجاية مع المنتخب العراقي. أشكر كل من تواصل وتفاعل معنا اليوم عبر الرسائل عبر الاتصالات وعبر
التغريدات واللي استمع لنا في كل مكان. وأشكرك كابتن عبد العزيز الحبسي على وجودك معنا اليوم. نتمنى إن شاء الله لك التوفيق بإذن الله. العفو، وأتمنى أن أفدنا المستمعين. إن شاء الله. شكرا كابتن عبد العزيز، وشكر موصول للجميع. مشكور يا كابتن عابدين البلوشي. بكرة وين الخطة؟ جهز الخطة لبكرة، خطة بديلة لازم نلعب. عموما مستمعين شكرا لكم، ونلتقي معاكم إن شاء الله بكرة الساعة 8 إلى الساعة 10 بتوقيت السلطنة عبر إذاعة الشباب. خلكم معانا، وإن شاء الله نتمنى لكم دائما تستمتعوا بالمباريات الجميلة في خليج 22. هذه أجمل ورق تحية. كنت معاكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، وأجمل ورق تحية من مخرجنا الكابتن عبدين البلوشي. إلى اللقاء. أحمر أحمر ناجيك لونك سكن في كل بيت، حي الله العماني ما ظن غير حبيت. أحمر دم واللون بتعشقنا مجنون، نحبك نحبك نسأل الله العون. هذا هذا علمنا رافع عندهم سنة، وينها وين الصفقة وين باقي جمعنا؟ كلنا لك هتفنا غالية منتخبنا. أحمر وأحمر أحمر روحنا لك ودمنا. قصوا عليهم حبوا مع ذري يحبك السامبا يسمو. قصوا عليهم حبوا السامبا يسمو. حي الله العماني أنا أحبك يا عماني مجنون نحبك.